الاسبوع اللي فات زي ما قلت لحضرتك احنا كنا بدأنا مع بعض التعريف بموضوع ديزاين اوف ميكاترونكس، وبدأنا في انترودكشن سريع كده عن فكرنا بعض ب ايه هو تعريف الميكاترونكس والفلسفة اللي احنا بنستخدمها في عملية التصميم لنظم الميكاترونكس المختلفة. وفرقنا في خلال المحاضرة دي على حاجتين. الحاجة الأولية أن هناك النظام بيسميه sequential design وحاجة اسمها concurrent design، وقلنا أن هناك الميكاترونكس multidisciplinary أو multidisciplinary system، يعني system متعدد التخصصات، يعني في كهرباء وميكانيكا وكنترول وinformation system أو computer science. وبالتالي احنا محتاجين عشان نصمم السيستم ده، احنا بالطرق التقليدية كنا بنصمم النظام، نخلص مرحلة نخش في الثانية او ندخل في الثانية، وبعد ما نخلص المرحلة الاولى بندي للثانية للثالثة للرابعة لغاية ما نوصل للشكل النهائي بتاع البروتوتايب او السيستم اللي احنا بنتكلم عليه. لكن في الحقيقة ان السيستم ده عمل لي مشاكل او صدر لي مشاكل، وده كان نتيجة ان كل مشكلة في اي تخصص من التخصصات كانت بتصدر لي او بتوجه لي الفرع اللي بعده من المعرفة. بمعنى ان الراجل بتاع الميكانيكا بيصمم زي ما احنا قلنا، واي مشاكل بتقابله خلاص هو ركب حاجته ويظبطها، والمشاكل اللي كانت بتواجهه او وما زالت بتواجهه هو بيقول لك ايه بتاع الكهرباء خد حلها. بتاع الميكانيكا بيدي بتاع الكهرباء، بتاع الكهرباء بيصمم دوائره شغال عادي، وبالتالي بتبص تلاقي ان كل مشاكل الميكانيكا والكهرباء اتجمعت مع بعضها عشان يصدرها لبتاع الكنترول سيستم. الكنترول سيستم هتبص تلاقيه برضو بي عنده مشاكل نتيجه كل المشاكل المتراكمه من الثلاث فروع الاخرى او من الفروعين الاخرين، هتبص تلاقي بيصدرها لبتاع الانفورميشن سيستم المجمع. وده كان النظام اللي احنا بنقول عليه سيكوينشال، يعني نظام تسلسلي بيصمم اي سيستم موجود معاه بناء على تسلسل معين. هو 1 2 3 هو ماشي ايه، يخلص 1 بيدخل على 2 بيخلص 2 يخش على 3 وهكذا الى ان يصل الى البروتوتايب او الشكل النهائي بتاع البروجكت بتاعه او السيستم الايه اللي عايزه. قلنا ان الميكاترونكس عمل الطفره في القصه دي وقال لك لا، انا مش هصمم بنظام تسلسلي عشان ما صدرش المشاكل دي للكل، وبالتالي ما كل ما مر مرحله يبقى في عندي مشاكل اقوم انا مكبر دماغي عنها واقوم مديها للي بعدي هو يحلها، انا ماليش علاقه، المهم انا خلصت مهمتي وخلاص. قال لك لا، ده في الميكاترونكس هتبص تلاقي ان الموضوع كونكرنت. كونكرنت يعني تزامني. زي ما قلت لحضرتك الاسبوع اللي فات، احنا بنقعد كلنا واحنا بنعمل ديزاين مره واحده، بنقول ايه المشاكل، ايه اللي احنا عايزين نعمله، ايه متطلبات السوق اللي موجوده عندنا، وبالتالي بنفكر في تصميم ان التصميم بتاعي يكون اوبتيمال. اوبتيمال يعني ايه؟ قد يكون يصل الى المثاليه عشان لما اجي ابيع المنتج بتاعي في السوق الاقي له زباين، وبالتالي هنا انا محتاج ان انا اشوف القصه دي تمشي ازاي. عشان كده موضوع الكونكرنت ده كان بيمر بمراحل كتير، من ضمنها ان احنا محتاجين نشوف شكل السيستم بتاعي من مرحله التنفيذ ويبقى عندنا نظره مستقبليه الى مرحله التصنيع. وقد يكون من مش مرحله التصنيع بس، قد يكون الى مرحله التطوير فيما بعد التصنيع. يعني انا عندي الموبايل زي ما قلت لحضرتك الاسبوع اللي فات، الايفون مش عارف 11 ده، هو انا ممكن اطوره زي السنه الجايه، عندي نظره مستقبليه ايه اللي ممكن اضيفه وايه الفاسيلتيز اللي ممكن احطها على التليفون ده عشان اطور، بدل ما عندي بدل الايفون 11 يبقى عندي ايفون 20. ايه اللي هيوصلني لكده؟ يبقى الراجل وهو قاعد يصمم في نفس التوقيت بيعمل لي نظره او تخطيط مستقبلي ان هو هاو تو ديفلوب السيستم الموجود عندي، هيبقى عنده قدره على الديفلوبمنت ده ولا لا. ممكن في سيستم يقول لك خلاص هو مش هيتعدل انا هشيله وارميه، تمام، لكن نفس الديزاين لو عدلت فيه الحته الفنيه هيبقى افضل ويديني بيرفورمانس احسن. يبقى ببص على الديزاين وببص في نفس التوقيت وانا بعمل ديزاين واحنا قاعدين كلنا بتوع الكهرباء وبتوع الميكانيكا وبتوع الكنترول وبتوع الكمبيوتر ساينس قاعدين يبصوا على مرحله التصنيع وما بعد التصنيع ونزول السوق الموجود عنه. عشان كده احنا كنا الاسبوع اللي فات بنتكلم على الكي اليمنتس الاساسيه الموجوده بتاع الميكاترونكس، واللي كان من ضمنها اهم حاجه عندي السيستم الميكانيكالي الموجود عندي، ده اهم حاجه او الكي اليمنت اللي موجود عندي الاولاني. اي سيستم هتلاقيه فيه ميكانيكال اليمنت او ميكانيكال ميكانيزم او حاجه ميكانيكيه قد تكسر هذه الاجزاء او تقل على حسب الايه مدى تعقيد السيستم الموجود عندنا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ بنقول ان هم دول الميكاترونيك سيستم الاليمنتس
اللي هو الميكانيكال سيستم موجود عندي، وبعدين بيجي الكهرباء، بعد كده بيجي الكمبيوتر ساينس او الكمبيوتر سيستم اللي هو ممثل في الكنترول سيستم، بحط البرنامج بتاعي على سوفت وير، او السوفت وير ده موجود من خلال الاردوينو او من خلال البيك او من خلال المايكرو كنترول ان جنرال او من خلال البي ال سي. ثم يجي مرحله انفورميشن سيستم اللي هو ايه، مرحله بقى ان انا ممكن انقل الكلام ده عبر ابلكيشن على الموبايل او غيره، يعني ممكن اتحكم في الكمبيوتر بتاعي او في الروبوت بتاعي من خلال ابلكيشن على السيستم بتاعي. ممكن يبقى الكنترول بتاعي عبر الساتلايت، بمعنى شغل الكاميرات الموجود عندي، انا بتحكم في الكاميرات واشوف الكاميرات وانا قاعد في البيت مثلا، تمام، او انا قاعد في الشغل، او انا قاعد مسافر امريكا، يبقى انا بعمل انفورميشن سيستم برضه يضم الكلام ده عشان كله في الاخر نوصل الى الميكاترونكس. بعد كده قلنا ان الميكاترونكس وجود الانفورميشن سيستم فيها على فيزيكال سيستم خلاني ايه، خلاني اوصل الى الصيحة او الطفرة اللي احنا فيها حاليا في الاجهزة اللي احنا شغالين. عشان كده البلوك دياجرام الموجود قدام حضرتك ده بيقول ايه، بيقول ان كان عندي فيزيكال سيستم بس كان حتة حديدة ما كانش لها اي 60 لازمة، كان شغالة بس شغالها فين، على المستوى المحلي، يعني شغالة بس في المعهد هنا، او شغالة في الجامعة هنا، او شغالة في البيت او في خط الانتاج بتاعي، لكن اللي قاعد في القاهرة مش شايفها، صح؟ فانا محتاج اعمل لها ايه، ازود عليها انفورميشن سيستم. عشان ايه؟ عشان يبدا يشوف السيستم بتاعه والبرفورمانس بتاعه ويقول لي النظره المستقبليه ازاي احسن فيه واعمل له اوبتمايزيشن ازاي. وكلمنا الاسبوع اللي فات على قصه الاوبتمايزيشن دي، اللي هي الخطوه الاخيره في الانفورميشن سيستم دي، اللي هتقول ايه، اوبتمايزيشن. اوبتمايزيشن يعني ايه؟ محاوله التحسين في السيستم للوصول الى الاوبتماليتي اللي احنا قلنا عليها في اول محاضره، اللي هي الايه، ان انا عايز اوصل اخلي السيستم ده بتاعي 1000 ل 1000 زي ما احنا بنقول، يعني اوبتيمال يعني مثال. الكلام ده هيجي ازاي؟ ان كان عندي ميكانيكال سيستم وشويه مواتير بقى وشويه حساسات شغالين مع حضرتك، وشويه انالوج تو ديجيتال كونفرتر، والكمبيوتر ساينس اللي هو المايكرو كنترولر او البي ال سي بتاع حضرتك، دول كلهم شغالين حلو، اللي انت عامله مشروع التخرج هنا هو زي الفل. بس انا ده مش مشروع التخرج او البروتوتايب اللي انت عملته ونهايه المطاف، ان انت بتقول انا عايز احسن اداء هذا التليفون او هذا البروتوتايب اللي انت عملته سي ان سي اللي انا عملتها في مشروع التخرج السنه اللي فاتت، عايز احسنها. هتحسنها ازاي؟ تيجي مرحله ايه، مرحله ان انا اعيد عمل سيميليشن تاني واجرب الحته الفلانيه. طب انا لو شلت الجنزير وحطيت بلت او سير عادي، طب لو شلت صندوق التروس وحطيت بولي مع بلت، طب لو شلت الميكانيزم ده اصلا خالص وغيرته، طب الحاجه الحديد وغيرتها كانت الومنيا، او الالومنيا غيرتها بحديد، يا ترى السيستم بتاع البرفورمانس بتاع شكله عامل ازاي. عشان كده بنمر بمرحله اسمها سيميليشن اند موديلنج، ما اضفته للسيستم لابد ان انت يكون عندك ايه، تصور شكله عامل ازاي. يعني انت والله تحط الازازه دي على السيستم دلوقتي، وضع الازازه ده على السيستم هياثر على البرفورمانس بتاعها ولا لا؟ الازازه ده ليها موديل ولا ملهاش؟ ليها، صح؟ ده وزنها كيلو، ده مش عارف طويله او طولها كام، ده عرضها كام، ده هتاثر على، لو عندي محطوط على سير ميه، على سير شغال، هتاثر على حركه هذا السير ولا لا؟ عشان كده في الموديلنج اند سيميليشن بتقول لي والله انا لما احط الازازه دي، الموتور اللي كان شغال من شويه بنفس السير اللي كان فاضي مش هينفع، صح؟ ليه؟ انا حطيت عليه لود، مش كده؟ يعني الاسانسير كان بيشيل ثلاثة مرة واحدة لقيت راكب فيه خمسة، ينفع يتحرك؟ هو يتحرك بس ايه؟ ببطء. البرفورمانس بتاعه ما كانش مش زي القديم، لان هو معد او مصنع على ان هو اشتغل على ثلاثة باسنجر بس، لكن انت بتقول انا عايز اركب عليه خمسة، ركب عليه خمسة، بس ايه؟ استحمل بقى الايه؟ الاخطاء او المشاكل اللي هتجيلك من عندك. عشان كده بنقول ان انا عشان اخليه خمسة محتاج ازود عليه حتة عشان ازود كفاءته، مش كده؟ يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج اوتوماتيك كنترول. يعني ايه يا عم؟ يعني بدل ما كنت بدل الموتور بتاع الاسانسير مثلا 50 فولت، لا انا محتاج اديله 60 عشان ايه؟ يدي تورك اعلى، وبالتالي التورك ده يقدر يشيل اللود اللي هو يبقى 5 بدل ما كانوا 150 كيلو اللي هم الثلاثه مثلا بقوا 200، يبقى انا محتاج ادي تورك ايه؟ اعلى، ده اوتوماتيك كنترول. طيب هل يا ترى لما ادي ال 60 فولت انام بقى واسكت وراح دماغي؟ ما انا لازم اشوف السيستم اشتغل كويس ولا لا، صح؟ يا ترى طلع الناس ديت وهم مرتاحين ولا الدنيا بايظه؟ يا ترى طلعهم في الوقت المناسب ولا ما طلعهمش؟ نفس الكلام لما احط كاميرا على التليفون ده اهوت اللي قدام حضرتك ده، بدل ما هي مثلا 8 ميجا بكسل او 16 ميجا بكسل اخليها 25، يا ترى البرفورمانس بتاع السيستم ده او السيستم ده مؤهل، او الدائره الداخليه بتاعتي مؤهله ان هي تشيل ال 25 ميجا بكسل؟ ممكن يبقاش السوفت وير او الاندرويد اللي شغال عليها فرضا مثلا ان هو ما يعرفش يستقبل الحاجه اللي جايه من 25 ميجا بكسل، مش كده؟ يبقى انا محتاج ايه؟ تعديل. هل هو تعديل جوهري ولا تعديل بسيط؟ ممكن يبقى تعديل بسيط. عشان كده بقول لك ايه، في حاجه اسمها تعديل جوهري او تعديل بسيط. تعديل بسيط يعني ايه؟
هغلط بس كده لو مقاومه او مكثف كده هشيله لك. بص تحط كاميرا لو عايز تحطها 50 ميجا بكسل مش مشكله. اذا انا محتاجها ايه مرحله ايه الاوبتمايزيشن، التحسين والتعديل من كفاءه السيستم او من اداء السيستم للوصول الى الاوبتماليتي الموجوده عندنا. عشان كده ان احنا الكتروميكانيكال سيستم اللي حضرتك درسته اهو فيزيكال سيستم، هو ده الفيزيكال بقى حاجه كهرباء مع ميكانيك، اتحط عليها الانفورميشن سيستم عشان تعمل ايه تحسن من ادائها، وبالتالي السيستم بتاع حضرتك ده قد يكون فلويد او نيوماتيك او ثيرمال او اي سيستم موجود مع حضرتك. ليه؟ لان انا قلت لك ايه ميكانيكال سيستم، ممكن يبقى الكمبيوتر بتاع حضرتك ما هو ميكانيكال، في جزء ميكانيكال، في حساسات موجوده معاك، التاتش سكرين اللي حضرتك بتمسكها في الموبايل تمام، الموبايل ده الجي بي اس اللي موجود معاك في سنسور مش كده، عملت تدور شمال ويمين والتليفون عمال يلف الشاشه معاك، ده كله ايه في ميكانيكال اكشويتر او ميكانيكال اليمنتس موجوده معاك. طيب انتجريتد ديزاين ايشوز، الانتجريشن بقى كلمه انتجريشن دي يعني ايه؟ التوليفه او التجميع اللي احنا بنعملها دي محتاجه ايه او انا بعملها ليه ولازم ادرس ايه قبليها. زي ما احنا اتكلمنا في اخر المحاضره اللي فاتت، يبقى احنا محتاجين نعمل موديلنج اند سيميليشن حلو قوي. ليه؟ عشان نفهم السيستم هيبقى وضعه ايه. يا ترى السيستم ده لما ينزل السوق، لما ينزل مصر السيستم ده اهو زي ما ينزل الخليج، زي عشان كده اقول لك ايه، في عربيات في الخليج وفي عربيات في مصر، اشمعنى يا عم؟ لان عربيات الخليج لابد ان تكون مواصفات معينه. ليه؟ عشان درجه الحراره هناك صح، التكييف اللي هناك غير التكييف بتاع مصر، هالكارير ومش عارف ايه توشيبا والحاجات اللي بتاعتنا دي بتشتغل في الخليج ده يا يوم ثاني يوم هتلاقيها كل سنه طيب. ليه؟ لان التكييف الموجود عند حضرتك في الخليج في السعوديه او في الكويت او في قطر او في غيره بتستحمل درجه حراره توصل ل 50 درجه، شغاله ليل نهار ما بتطفاش. احنا عندنا التكييف تشغله ساعتين ثلاثه اقول لك ايه خلاص يا عم انا شهرين ثلاثه وعايز صيانه، ده مش عايز عارف يتشحن، عايز يتشحن. يبقى انا ايه بصنع المنتج بتاعي بناء على الانفايرمنت اللي هروح اشتغل فيه. العربيه اللي جايه من الخليج غير التويوتا اللي جايه في مصر، ليه يا عم؟ الموتور بتاعها مختلف، هناك يستحمل درجه الحراره وماشي في الصحراء وماشي في مش عارف فين، لكن هنا الدنيا زي الفل مش كده؟ عشان كده اقول لك ايه انا هشتري عربيه خليجي، لما اشتري عربيه خليجي جايه مستعمله احسن ما اشتري التويوتا مش عارف كام هنا. ليه؟ لان المكنه هناك او الموتور بتاعها او الموتور بتاعها هناك غير ده بص يمشي هنا في الزلط زي ما بيقولوا. عشان كده احنا بنقول ايه؟ الموديلنج اند سيميليشن مهم، ومن ضمنها طبيعه المنتج هيشتغل فين؟ ممكن يكون موديلنج للطبيعه نفسها. يعني الارض انا همشي لما تيجي تمشي اسامه هنا في المدرج ده، هل لما زي ما تمشيه على سيراميك؟ ممكن اسامه يعرف يمشي على السيراميك ما يمشيش هنا. واحد كبير لو مشي على السيراميك يتزحلق مش كده؟ لكن واحد تاني زي حالتي كده اه يمشي على السيراميك لو البورسلين نفسه مش هتفرق معاه، لكن في ناس تيجي تمشي على البورسلين تبص تلاقي ايه؟ يقول لك يا عم انا لا انا مش هعرف امشي، مش هعرف اقعد هنا. ليه؟ مواصفات رجليه ومواصفات جسمه واعصابه وخلافه ما تعرفش تمشي مع الطبيعه الموجوده عندنا. عشان كده بقول ان الموديلنج والسيميشن ده قد يكون للسيستم نفسه او الانفايرمنت اللي بيعيش فيها الايه او بيشتغل فيها السيستم. عشان كده احنا قلنا ان الموديل ده مهم. عشان كده برضو قلنا تاني ان الكورس بتاع الموديلنج اند سيميليشن انا في وجهه نظري انا كراجل بتاع كنترول هو اهم حاجه في الكنترول او اهم خطوه من خطوات الايه الكنترول. عشان كده هنقف شويه النهارده مع الموديل اللي ممكن يتعمل في شكل بلوك دياجرام. لو حضرتك حضرت معايا كورس الاوتوماتيك كنترول كنت بعمل موديل على الماتلاب تشوفه. ليه؟ عشان تشوف السيميليشن بتاعه شكله عامل ازاي، يا ترى البرفورمانس بتاعه حلو ولا وحش، اسامه ده لما تاكله يا ترى هيسخن ولا هيقل ولا هيزيد ولا ايه ظروفه بالظبط، يا ترى عنده حرق ولا ما عندوش مش كده؟ ده عامل لك شفت الوقت على التليفون يقول لك الكالوريز اللي انت مش عارف سلكتها بالمشي بتاعك كام مش كده؟ هو ده مش كله سيميليشن ولا هو بيعمل ايه؟ هو شغال معاك في جيبك وماشي معاك في الحركه فبحس بالطاقه اللي انت بذلتها او مقدار الامطار انت مشيتها فبيحسب ايه حسابات معينه عنده. عشان كده في شكل بلوك دياجرام، وده معظم الناس شغاله بيه. الف نظر حضرتك هنا الجزء بتاع البلوك دياجرام تسمع عن حاجه اسمها اللاب فيو صح، شركه ان اي عاملاه. اللاب فيو ده عامل زي الماتلاب بالظبط، برضه نظام بلوكس كده في معظم الخطوط الانتاج دلوقتي شغاله في شركه ان اي انسترومنت. ادخل كده على ان اي انسترومنت على الانترنت هتلاقي يقول لك ايه سوفت وير اسمه لاب فيو، لابوراتوري فيو، اكنه ايه جايب المكنه قدامك بالظبط. والموضوع ده شاع استخدامه قوي في موضوع السكادا سيستم وموضوع الدي سي اس. السكادا والدي سي اس اللي احنا اتكلمنا فيها قبل كده وحضرتك سمعت عنها قبل كده، هي نظام اتش ام اي شاشه جايب لك كل الخط الانتاج في شكل ايه؟ في شكل صور، شكل التانك، شكل الفالف، وشكل البامب، وشكل المواتير الموجوده مع حضرتك على الشاشه صح؟ وانت قاعد في الكنترول روم كل اللي حضرتك بتعمل ايه في موضوع الدي سي اس ده؟ ديستريبيوتد كنترول سيستم، موجود في شركات الاسمده وخصوصا بوير الاسمده في اسكندريه وطلخه هنا موجود.
على الشاشة ال HMI ديت اللي هو ماشين انترفيس دي، على الشاشة وانت قاعد خط الانتاج تحت عند البوابة بتاع صفت اللي برا دي، تمام؟ وانت قاعد هنا انا عايز اجيب التمبريتشر بتاع التانك الفلاني في الغلاية الفلانية لخط انتاج 4، كليك يمين عليها جيب التمبريتشر وجيب الليفل وجيب البريشر. يبقى عمل لك ايه؟ عمل لك ما يكافئ السيستم الريال الموجود عندك في شكل ايه؟ في شكل صورة، لكن ايه؟ عمل داتا اكوزيشن. يعني ايه داتا اكوزيشن؟ جاب الداتا من تحت من خط الانتاج بعتهولك، بعتهولك بايه بقى؟ بعته بواي فاي، بعته بالبلوتوث، بعته بالستلايت، المهم ان هو ايه؟ جالك على الشاشه وانت قاعد في التكييف ومروق نفسك. لكن لو انت ما عندكش الموضوع ده هتعمل ايه؟ الليفل بايظ صح؟ او البريشر عالي او البريشر واطي، يبقى انت محتاج تعمل ايه؟ خد اجهزتك يا حاج وانزل خط الانتاج في الحر والشمس ومش عارف ايه؟ وانزل قيس. ده انت هتفضل نايم جنب المكنه وجنب التانك جنب طول النهار ليه؟ ما عندكش الفاسيلتي تعمل داتا اكوزيشن موجود عندك. عشان كده موضوع اللاب فيو ده برضه نفس الفكره بتاع الدي سي اس كده، جايب لك برضه بلوكس تمثل الفالف والموتور والكلام ده كله عشان يعمل لك الجي او اي. انت بتمسك التليفون ده، والله الاندرويد ده الواجهه بتاعته حلوه، شكله حلو صح؟ ناس شغاله في الويندوز 10 يقول لك الواجهه بتاع الويندوز 10 ده او ويندوز 10 ده كويس، لكن ويندوز اكس بي يا عم ده حاجه ممله كده وشكله وحش صح؟ الجي او اي او الجرافيكال يوزر انترفيس اللي حضرتك بتستخدمه ده كل ما كان ممتع في الشكل كل ما كان ايه؟ افضل، سهل التعامل معاه، بتعرف تعمل اكسس عليه كويس، تعرف تجيب الحاجه. دلوقتي الترتيب اللي حتى بتاع الايكونز على التليفون بتاع حضرتك انت بترتبها بشكل معين صح؟ ليه؟ لصوت الوصول، حط حاجه على الهوم وحط حاجات في الشاشه ديت او الشاشه اللي بعدها يبقى فيها مش عارف الواتس ويبقى عليها الفيس. ليه؟ الحاجات المور يوزابل او المور يوزد بتحطها ايه؟ تديها بريور. عشان كده موضوع بلوك دايجرام ده اكنك ماسك الايكونز بتاع حضرتك وحطيت البلوكس بتاعتك. هو ليه عمل لك رمز للواتساب؟ ليه؟ عشان اول ما تبص على التليفون ايه؟ تجيبه. الفايبر نفس الكلام، مش عارف السكايب نفس الكلام، الماسنجر نفس الايه؟ الكلام. عامل له ايقونه او شكل جذاب او مميز. ليه؟ عشان لسهوله الوصول. عشان كده البلوك دياجرام ده بيبقى في الشكل اللي انت شايفه ده، شايف الرسمه اللي مرسومه قدام دي؟ ده سيستم ميكانيكال سيستم انا عامله في شويه بلوكس مربعات جنب بعضها كده. طيب ايه تاني؟ ممكن يبقى فلوت شارت، ممكن يبقى سيت ترانزيشن دياجرام، ممكن يبقى بوند جراف، الحاجات دي موجوده كلها. البلوك دياجرام ده معظم الناس بتستخدمه، اللي ممكن احطه على اي سوفت وير زي ما حضرتك شايف كده، اللي هو انا حطيت لحضرتك هنا ايه؟ اللي هو الماتلاب سيمولينك اللي حضرتك تشوفه لو خدت معايا كورس الايه؟ الاوتوماتيك كنترول. طيب هنا اخر حاجه ظاهره موجوده مع حضرتك اهي اللي هي اللاب فيو. اللي هي لاب فيو. اللاب فيو ده بس عايز حضرتك ايه؟ تخش كده اسمع عنه حتى. زي ما قلت لحضرتك قبل كده مش شرط ان انت تستفيد بالكورس بتاعي استفاده عشان الامتحان بس، ممكن تبقى سمعت عن كلمه لاب فيو حتى لو كلمه اتعرضت قدامك بره في خط انتاج ما انت ايه؟ والله سمعتها. طب ما نروح كده على جوجل نشوف ايه موضوع قصه اللاب فيو دي، اعرف بس حتى كلمتين، مش عايزك تخش في تفاصيله ولا تتعلمه بس تبقى سمعت عنه. لاب فيو زي ما قلت لحضرتك تبع شركه ان اي انسترومنتس، عامل واجهه لليوزر يقدر يعمل يسحب بلوكس زي دي كده ويحطها دي بشكل مطور، شكل مقاومه، شكل مكثف، شكل بلب، شكل تانك، شكل بامب، بنفس الشكل الايه؟ الريل. عشان لما تعمل الواجهه وتصمم البرنامج بتاع حضرتك اكنك ايه؟ اكنك فعلا شغال في الريل، بس ايه؟ بس بتعمل سيميوليشن على الكمبيوتر. لو الدنيا اتفجرت معاك جوه الكمبيوتر ما ايه؟ مش هيحصل حاجه، لكن ينفع تشتغل مع ده مباشره؟ عشان كده احنا بنقول موضوع السيميوليشن مهم قوي. في البلوك دياجرام الموجود مع حضرتك ده تمام؟ هتلاقي ان الميكاترونكس بتعتمد على برايمري فاكتور. ايه البرايمري فاكتور؟ ان انت تعمل موديل صح وتعمل سيميليشن صح. ليه؟ لان لو عملت الكلام ده صح هتلاقي نفسك بتحط الانتليجنت او تخلي المكنه الذكيه بتاع حضرتك بكفاءه احسن، مش كده؟ يعني بتقول لي والله الازازه دي خلاص باظت، ده هي انتهت بقى صلاحيتها. ينفع استخدمها مره ولا اثنين ولا ثلاثه ولا 10؟ فانت عملت موديلنج صح مش كده؟ لو ما بصيتش عليها، انا عندي ازازه، خلي بالك يا عم اسامه انا عندي ازازه ميه في البيت. شفتها؟ شفتها صح؟ اقول لك خلاص طالما شوف في البيت عندك ازازه ميه. طب بص عايزك تبنيها لي كل يوم وتجيبها لي معاك. انا ما شفتش ايه؟ ما شفتش دي صح؟ هي حلوه وحشه قديمه جديده باظت جودتها كويسه عامله زي الازازه بتاع نسلا اللي بره دي. الازازه بتاع نسلا دي كل شويه يفضوها يملوها مش كده؟ الجوده بتاعتها غير جوده الازازه بتاعتك دي، مره اتنين خلاص شكرا ايه متشكرين عم الحاج ارميها. ليه؟ عشان انا عملت موديلنج صح. فالبرايمري فاكتور الموجود مع حضرتك في الديزاين لو عملت صح في البدايه
تقدر تحط عليها ايه وتقول لي والله ده الازازه اللي بره دي هقدر استخدمها طول السنه مش كده؟ فانا هحط الانتليجنت عليها او اخليها ايه او اعدل فيها او اعمل لها اوتمايزيشن بشكل ايه بشكل افضل. وبالتالي هنا الكومباينيشن ما بين الاكشويترز والسنسورز والكنترول سيستم مكونات الميكاترونكس اهي ها مواتير صح او فالف او بامب او عايزك بقى تسمع كلمه اكتويتر دي او اكشويتر دي تعرف ان هي ايه مواتير او فالف او بامب او ايه او هيتر او اي حاجه في اي سيستم موجود مع حضرتك السنسورز يبقى برضو عندك الايه الفلسفه بتاع التفرقه ما بين كلمه اكشويتر وسنسور الحساسات حاجه بتقيس بريشر حاجه بتقيس بريشر حاجه بتقيس ليفل حاجه بتقيس ها سبيد حاجه بتقيس بوزيشن كل ده حساسات الجي بي اس ما هو سنسور مش كده الانيرشيا ميجرمنت يونت ما هو سنسور مش كده ولا ايه الاير باج ما فيها سنسور الاير باج دي بتطلع ازاي بتاع العربيه بتاع حضرتك سنسور بيحس ان العربيه هتتقلب ويحصل مشكله فايه بيحميك انت طلعت امتى الاير باج دي الاير باج دي عشان تطلع فيها اكشويتر وفيها سنسور صح سنسور حس بالمشكله او حس او تنبأ بوجود مشكله هتحصل انقلاب او غيره او وعندك اكشويتر اللي هو ايه اللي خلى البتاع بوم تطلع في وشك يبقى في موتور ايه حركها او حاجه حركتها موتور لينير او موتور ايا كان نوعه المهم ان في حاجه ايه خدت الاكشن قاست حاجه يبقى في سنسور قاس حس بحاجه عندك كنترول سيستم راحت الاشاره ديت بتاع السنسور بتاع الاير باج قال لك خلي بالك ده العربيه هتتقلب او يحصل حادثه لا قدر الله دلوقتي فيا عم الحاجه اللي شغال او بتشغل الاير باج ده ايه افتح الباب وطلع ايه عشان تحمي الراجل الموجود عندك يبقى في عندي سيستم متكامل سنسور موجود الاير باج اللي هي هتشتغل باكشويتر بموتور لينير او موتور روتري او ايا كان الاكشن موجود معايا في عندي بروسيسور او كنترول سيستم هو اللي خد الاشاره من السنسور وقال لك خلي بالك خد اكشن بسرعه الحق ده الراجل هيموت فطلع له الاير باج مش كده الفرمله اللي حضرتك بتاخدها انت ليه خدت فرامل قبل المطب خدتها ازاي لان عند حضرتك فين سنسور بتاع حضرتك اهو مش كده وعندك اكشويتر فين رجلك اللي داست على البنزين او الفرامل اللي شالت رجلك من على البنزين وحط رجلك على الفرامل عشان ايه خلي بالك ده انا هخبط في الراجل قدامي او هاخد المطب اذا انا الموضوع كله فين مجموعه اكشويترز ومجموعه سنسورز ومجموعه كنترول سيستم والكمبيوتر موجود على العربيه عشان كده يقول لك العربيه بتاعتي محتاجه كشف كمبيوتر، كشف كمبيوتر ايه يا عم؟ هو في حاجه اسمها كمبيوتر؟ ها؟ هو في الحقيقه بيكشف فين؟ على الكنترول الجوريزم اللي ماشي بيه العربيه. هل العربيه بتاخد من حساساتك صح؟ وبتاخد الاكشن صح ولا لا؟ مش كده؟ العدادات اللي انت شايفها رايحه جايه دي شغاله صح؟ ما ممكن يبقى في فولس الارم، مش كده؟ في تمبريتشر في سلك معلق فالتمبريتشر بتاعتك دايما فوق ال 50 فوق ال 25 فوق مش عارف ايه، ده اصلا مش شغال. يبقى المشكله فين؟ ده محتاج تتحط على الكمبيوتر ليه؟ عشان يخش يشوف الايه السيكونس بتاع الالجوريزم شغال ازاي. الموضوع هنا ممكن يبقى زي ما قلت لحضرتك في الديزاين من بدايه الديزاين الى مرحله التصنيع وما بعد ايه التصنيع اللي احنا بنتكلم عليه. اهم حاجه عندي شايف الكلمه اللي بالازرق دي، انا مش عايز حضرتك تحفظ الكلام ده زي ما انا حضرتك متعود معايا، بس انا محتاج حضرتك تبص على الكلمه دي اوبتمايز بارامترز. التليفون ده بيسخن او القلم ده بايظ، طب احسنه ازاي؟ ها ارميه يا عم انا معيش فلوس ومش قادر اشتري قلم تاني. طب انا ممكن ايه اتك عليه شويه يشتغل عشان يكمل معايا المحاضره، انا مش هجيب منين دلوقتي قلم صح؟ يبقى ده عمليه ايه عمليه تحسين في اداء هذا الايه السيستم الجوان. طب بقول لك والله لا انت لو جبت مش عارف شويه ايه وحطيتهم هنا اللي انا هشتغل معاك سنتين صح؟ يبقى ده برده باب من باب تحسين ايه اداء هذا النظام. الكمبيوتر بتاع حركه المروحه سخن شغال له عامل مروحه جنب هات مروحه احطها فوق مش كده؟ ده ممكن مش هو الحل الامثل، لكن ايه احد الحلول المساعده فيه حل الازمه مش كده؟ هم المعد هنا مش هيجيب لها تكييف، طب احنا لو جبنا مروحتين مش هنحل المشكله؟ ما حلناش جذريا لكن احنا حلينا ايه حسينا بالهواء خدنا نفسنا زي ما بقول. عشان كده بقول لك ايه الاوبتمايزيشن ده بيخلي ايه بقى بيخلي الديزاين او الديفلوبمنت سايكل تبقى شورت تايم. يعني انا خلاص عارف كل حاجه عن تفاصيل الكمبيوتر قدامي، عارف كل حاجه عن تفاصيل الداتا شو دي مش كده، عارف الميكانيكا والكهرباء والايه والكنترول بتاعها، لو حصل فيها مشكله وحبيت اعدل فيها حاجه اصينها بسرعه ولا تاخد فتره؟ ها لو وديت دي لواحد بتاع تلفزيونات هيصينها ان شاء الله كده تعالى يوم السبت الجاي، تقول له السبت اصلا معلش المهندس مش عارف ايه،
لكن انت لو وديتها لواحد بتاع داتا شو وبيفهم فيها هيعمل ايه؟ ان شاء الله على اخر النهار تعالى خدها. ليه؟ هو عارف الخطا فين، هيبص يشغلها. اه والله يبقى انا بتكلم ايه، البرودكت هنا شورت سايكل تايم، ممكن تبقى في مرحله التصنيع التصميم وفي مرحله التصميم التصنيع ونزولها السوق، مش كده؟ ليه؟ انا لما عندنا احنا الخمسه بتوع الخمس افرع اللي احنا كنا عليهم مع بعض، حلينا المشكله اسرع ولا لا؟ صممنا بسرعه، كل واحد قال فكرته، ففي الاخر ايه، اه والله يا عم احنا ايه هنبني البيت دهوت كذا في كذا، ثلاث ادوار هنا هنقسم مش عارف ايه، خد الاكشن او خد القرار او عمل ميكنج ديسيشن اسرع. ليه؟ لان كل واحد في البرين ستورمينج او في التخطيط اللي هم عملوه مع بعض قال له انا عندي مشاكل 1 2 3، طب الانشائي قال للمعماري انا عندي مشكله فلانيه، طب خلي بالك من هنا، طب هات بتوع الحي، هات بتاع الميه، هات بتاع الكهرباء، عملوا ايه؟ حلوا المشكله بسرعه. لكن لو كل واحد اشتغل في اوضته او في مكتبه واشتغلوا بقى بنظام الورق زي الموظفين عندنا كده، ابعت له ورقه وابعت له جواب يا عم، ايوم اسرع تاخد ورقك تروح تحل المشكله بنفسك ولا تسيبها تمشي بقى بالبريد والبوسطه؟ تعمل ايه؟ تاخد ورقك بنفسك وتروح على الموظف وتقف على دماغه. ليه؟ عشان تحل المشكله ايه اسرع. عشان كده احنا بنتكلم على شورت سايكل تايم، حتى لان احنا حلينا مشاكل وقلنا كل المشاكل اللي ممكن تواجهنا من مرحله التصميم الى مرحله الايه التصميم. اخيرا ان وجود الكنترول سيستم الموجود معايا بيخلي الاناليس سهل، مش كده؟ يعني انا لما يبقى عندي ميكاترونكس سيستم متظبط وشورت سايكل تايم في الديزاين حتى التصنيع، الكنترول سيستم وضعه عليه سهل بقى. طيب لما تحط الكنترول سيستم على تليفون زي ده وحبيت تعدل فيه، هو لازم تشيل اندرويد كله؟ يعني هما لما بيجوا يعملوا ابديت بيلغي كل اللي فات؟ لا، ده هو بيعدل لك حته مش عارف الابلكيشن الفلاني، ده يقبل مش عارف يعمل ايه، او يقلل لك المساحه بدل ما كان واخد مش عارف كام جيجا يخلي لك مثلا ياخد 3 جيجا. يبقى هنا الاناليسز والتعديل او الديفلوبمنت في السيستم بقى ايه؟ بقى اسرع موجود مع حضرتك. طيب بقى عندي هاردوير وعندي سوفت وير، الجمع ما بينهم ايه؟ اصبح سهل نتيجه ان انا خلاص عملت اوبتمايزيشن كويس. اذا في الاخر الهاردوير الموجود مع حضرتك بيبدا هنا ان كل سيستم بيتحط توجذر اهو، برينج توجذر سنسور والاكشويترز والمايكرو كمبيوتر والميكانيكال سيستم. خلي بالك ان ده ممكن نقول ان فيه مايكرو كمبيوتر من جوه، صح ولا ايه؟ المذر بورد الصغيره او البورده بتاعته دي هي دي الكمبيوتر بتاعك، فيه بروسيسور وفيه ميموري وفيه رام ومش عارف ايه، في قصه مش الكمبيوتر الكبير ده، بس فيه بيسموه مايكرو كمبيوتر اللي هو ده، او بيسموه في بعض السيستمز الصناعيه بيسموه مين بورد كمبيوتر، تلاقي الروبوت عليه كمبيوتر اصلا، عليه سوفت وير ويندوز او لينكس او غيره. طيب السوفت وير طالما عندك الهارد وير اتجمع وشغال كويس، خلي بالك انت عامل سيموليشن كويس، فمتاكد ان الحاجات دي لما تتحط مع بعضها هيحصل توالف ما بينها، مش ايه؟ مش هتلاقي في حاجه عماله تاكل في بعضها، اكنك بتركب ترسين على بعض. عشان كده لما تحط السوفت وير مع الهارد وير هيديك الميكاترونكس سيستم اللي انت ايه؟ اللي انت عايزه. وده اللي احنا بنحاول نعمله بوضع الاكشويترز مع السنسور مع الكمبيوتر ساينس او الكمبيوتر سيستم موجود معايا، ومثل في الكنترول اللي موجود معايا، والبروسيس الحركه شغال بيه. الفيرست ستيب هنا زي ما قلت لك ايه؟ اهم حاجه عندي، ها احنا قلنا الكلام ده الاسبوع اللي فات، تعرف متطلبات السوق ايه؟ الراجل عايز ايه؟ اشمعنى ما عجبوش التليفون ده؟ ليه يعني؟ هو مفيش سحب عليه. اذا هناك عيوب، يبقى لازم انزل السوق واعرف انت يا يوزر عايز ايه؟ اه عايز كاميرا، والله الكاميرا دي صورتها دلوقتي ده بقى عامله بدل كاميرا واماميه وكاميرا خلفيه عملك سبع ثمان كاميرات ورا، مش كده؟ طب ليه يا عم؟ هو السوق عايز كده، الزبون عايز كده، عشان كده بقول ايه؟ كاستمر نيدز. اللي عايز ينجح في مشروع ويخطط لمشروع كويس يشوف السوق ايه؟ انا عايز افتح سوبر ماركت. اي حد يفتح سوبر ماركت؟ اه ما انا جنبي سوبر ماركت اهوت على الشمال سوبر ماركت. ايه اللي مش موجود عند ده ومش موجود عند ده؟ انا افتحه اخلي الناس كلها تيجي عندي، ان انا لما الراجل يخش عندي تمام يلاقي كل حاجه. هو ايه اللي نجح الهايبر ماركت وكارفور وغيره؟ ان انت بتخش تتوهم اخد جبنه، اخد لحمه، اخد فراخ، اخد مش اخد، تبص تلاقي انت عامل حسابك مثلا 1000 جنيه، تبص تلاقي طالع بتاع 4000 جنيه. ليه يا عم؟ ما هو عارض لك الحاجه تشدك. عشان كده دي مهمه قوي في موضوع التسويق، وانت بتشتغل في خط الانتاج لازم تبقى مهندس فاهم ايه اللي بيحصل، مش مجرد اوبريت. وانا ما بحبش، انا صراحه شخصيا ما بحبش الراجل اللي بيرفع السكينه ومنزل السكينه اخر النهار. لازم عندك رؤيه، حتى انت لو المصنع ما بيسمحش عندك رؤيه لتطوير خط هذا الخط الانتاج ازاي؟ اطوره ازاي؟ انا محتاج اعمل ايه؟
عشان كده بنقول ان الكومبلكس سيستم الموجود معايا ممكن يحتاج كومبلكس سوفت وير، لكن ما تجيش تعقد الدنيا على نفسك. بمعنى ايه؟ مش هتيجي يعني ايه تقول انا والله انا عندي في شركه المحله بتاع الغزل مثلا عايز ادمرها كلها والصبح اعملها اوتوماتيك. هي مانوال والناس شغاله بتشيل بايديها وتحطه بايديها، اليوزر واقف على مكن الخياطه او مكن النسيج شغال بايده. انت الصبح هتقول انا عايز اشغل اوتوماتيك، ما انت ضيعت ايه؟ ضيعت فلوس وضيعت حاجات. طب ما انا ممكن اخد مرحله من المراحل دي واعمل ايه؟ ها اطورها وتست هل فعلا بتجيب انتاج ولا لا. ما انا ممكن اطور وما اجيبش انتاج، صح؟ اخسرك اكتر ما اكسبك، مش كده؟ طب النهارده السوبر ماركت كنت فاتحه في محل 3x4x4 تمام؟ 3x3 او 4x4. طب ايه رايك نكبره شويه؟ وبدل ما كنت جايب بس جبن والبان ومش عارف ايه، طب ايه رايك اجيب حاجات ايه خضار؟ طب ايه رايك اجيب لحوم؟ اجيب. يبقى انا محتاج ايه؟ التطور قد يكون مرحلي او جزئي، وقد يكون التطور ايه؟ عمره ما هيجي في كومبلكس سيستم، لان انا محتاج سوفت وير، مش كده؟ الراجل بدل ما كنت عمال تديله فلوس بايدك ها ويحاسبك اه والله انت خدت مش عارف ايه، ده جاب بقى مكنه كده عشان ايه باركود، فعشان يمسك كيس الشيبسي يقول لك اه والله كيس الشيبسي ده بخمسه ولا ب10، مش كده؟ فعنده مكن، عنده كاشير، عنده درج يحط فيه فلوس، مش الدرج يسحب كده وممكن واحد يسوي ويمشي، لا ده عنده فيه سيستم، فجاب سوفت وير مور كومبلكس يناسب الايه؟ الكومبلكس سيستم. هل السوفت وير بتاع الكاشير اللي موجود عندي في كارفور زي السوبر ماركت الموجود في المحله؟ عمره ما يكون. اه ده جايب ايه واكي ده واحد كده خريج هندسه طنطا عمل له سوفت وير كده على قده، فايه خد له 100 جنيه وخلاص وسكت. لكن بتاع كارفور ده عنده ايه؟ سيستم يربط البوابه رقم 1 بالبوابه رقم 50، مش كده؟ زي شغل الايه؟ المطرح. وبالتالي احنا بنتكلم على ايه؟ شورتر ديفلوبمنت سايكل، صح؟ لان انت لو قلت انا هطور المحله دي كلها، شركه المحله عايزك تطورها قد ايه؟ على ما تشيل القديم والجديد وتجيب الجديد وتركب وتعمل ايه؟ سنتين ثلاثه بقى، زي ما بيعملوا في محطه المحله جدا. بقى لهم قد ايه شغالين فيها؟ بقى لهم 4 سنين. ليه؟ قام جاي مكسر الايه؟ رصيفين الاثنين مع بعض زي محطه صفط. طب يا عم طب ما تكسر واحد وتسيب الثاني شغال، سيب الناس ايه شغال على واحد كويس. لا هو حتى التندات اللي شمال ويمين كسرها. طب يا عم فين البديل؟ ما عملش بديل. عشان كده هنتكلم ايه؟ نجاح المشروع بتاع حضرتك او نجاح السيستم بتاع حضرتك لابد ان هو تطويره ياخد وقت اقل. هو ايه السبب الازمه اللي احنا عايشين فيها؟ احنا بنسفل الطرق تمام؟ وما عملناش حساب الميه ولا الكهرباء ولا التليفونات ولا مش عارف ايه مش عارف ايه، صح؟ وبردم وخلاص. لكن لو انا حط الكلام ده في تيوبس هسحب السلك ده وادخل السلك ده ومتشكرين والقصه خلصت، لا كسر ولا اعمل. لكن ده ايه؟ يعمل النهارده وبعد شهر يجي ايه؟ كسر عشان الغاز، كسر عشان التليفون. يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى ما تحققش مبدا الشورت ديفلوبمنت سايكل اللي موجود عندي. لا ده انا عشان اطور المحله واعمل مدخله مش عارف ايه، ده انا محتاج سنين. الكلام ده في السوق مش هينفع. انت بتطور مكان عشان ايه؟ عشان تنزلها السوق ايه؟ عشان زي ما احنا هنشوف دلوقتي انا المفروض انزل السوق امتى؟ لازم قبل تنزل قبل سامسونج، سامسونج تنزل قبل هواوي، مش كده؟ ليه؟ كل ما نزلت اسرع كل ما كان ايه؟ افضل. التليفون ده حصل فيه مشكله لازم اسحبه من السوق بسرعه وما نمشي. ده انا عايز بعد اسبوع الاقي نفسي ايه؟ نزلت الاصدار الجديد منه او نزلته تاني بعد التعديل، اقول لك خلي بالك يا عم اليوزر انا ايه؟ الاصدار الجديد منه كام؟ عشان كده بنتكلم على لور كوست. برضو لما اجي اعدل حاجه لازم ادور على التكلفه، لان صاحب المصنع مش هيسيبني اطور وانا ايه؟ مش هتقول له هات 100 مليون هيديك ال 100 مليون، لا يقول لك خلي بالك ده انا اخري معاك 50,000 جنيه. تمام؟ الهاير كواليتي. هما بيعملوا رصيفه حلوه قوي في المحطات. بس بعد شهرين ثلاثه هتلاقي البلاط اللي هما بيعملوه ده ايه؟ كسر. مش كده؟ ليه؟ لان بيجيب 50 واحد عاملين يبلطوا، هل ال 50 واحد دول كفاءتهم زي بعض؟ هو اه الواد الصغير البليه اللي بيقولوا عليه اتعلم من الصنايعي الكبير، فقال له يا ابني بص امسك البلاطه دي حطها واحد كده وخلاص وايه واتك عليها شويه وخلاص. نيجي نمشي عليها بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثه تبص تلاقي الدنيا ايه؟ باظ. الطريق محل تروح ده، الكوبري اللي معمول جديد ده، معمول بقاله كام سنه؟ بقاله سنتين ثلاثه، بقاله خمسه، بقاله 10. هو من بعد سنه ولا اثنين كان ايه؟ كان بايظ. ليه؟ لان كفاءه الحاجه اللي موجوده عندي. عشان كده احنا بنتكلم ايه؟ عشان انت تثبت نفسك في السوق او مكانتك او منتجك يبقى يثبت نفسه في السوق لابد ان يكون ايه؟ هاي كواليتي. ما تنساش ان الموضوع في الاخر ايه؟ كونكرنت. يعني ايه؟
كله شغال مع بعض. الكوبري ده فيه مشكله، يبقى محتاج ايه؟ مش محتاج انا اخد القرار، لان انا مش صاحب قرار. لازم اجيب واحد يفهم مش عارف في الخرسانه، يبقى واحد يفهم في الحديد، واحد يفهم في مش عارف في 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 الاحمال، صح ولا ايه؟ وحتى لو انا بفهم في ده كله ما ينفعش انفرد بقرار واقول اه الكوبري بتاع محل الروح ده لازم يتهد. طب وبعد ما تهده؟ طب الملايين اللي اتصرفت عليه؟ طب المشكله اتحلت؟ ما دي كلها لازم انت حضرتك ايه بتفكر. عشان كده النولج هنا مهمه. النولج بتاعني ايه؟ ان يبقى عندي بيزكس من الكهرباء والميكانيكا والكنترول والكمبيوتر ساينس، عشان لما اسامه يتكلم معايا يبقى انا عارف وجهه نظره صح ولا لا. لكن لو انا قاعد مثلا واحد بتاع تجاره وبيتكلم مع المهندسين، هيفهم حاجه؟ بس هو بحكم مركزه، هو صاحب رئيس مجلس اداره صح، ممكن يقول لك ايه كلامك انت وهو انا قررنا ان ايه اللي هيمشي. اذا لو ما عنديش نولج صح مش هعرف اعمل ايه كوردينيشن ما بين الناس اللي شغاله، مش كده؟ يبقى انا كراجل صاحب مكان او صاحب مصنع او صاحب شركه، عشان اقول للثلاثه اربعه مهندسين اللي عندي احنا عايزين نطور المصنع او خط الانتاج دهوت، لابد ان انا يكون عندي قدر من المعرفه كافي لهاو تو كوردينيت ما بينهم. يعني اه والله طب خلي بالك يا اسامه، ايه طب ايه رايك يا احمد نعمل كذا؟ ليه؟ لو ما عندكش الخبره دي او ما عندكش الحنكه دي، انت كبتاع تجاره او مش في التخصص، مش هتعرف تفهم اسامه بيتكلم مع احمد في ايه ولا احمد بيتكلم مع محمد في ايه، صح؟ اذا انا هنتكلم على ايه؟ النولج اند سيستم انفورميشن ماست بي كوردينيت ايه؟ ما بين الاكسبرت جروب. يبقى انا لازم وانا باخد القرار يبقى عندي جزء من الخبره عشان اعرف ايه؟ اكوردينيت الايه؟ الموضوع. وده سر نجاح الجماعه بتوع الاداره اللي هم بيشتغلوا في الموضوع ده. ها؟ في ناس بتعمل الوظيفه بتاعتها صح قوي. يعني ايه صح؟ انا شغال كهرباء حلو قوي، بس تيجي تحطني وسط ناس اقول لك لا. يعني شغال جوه بيتي حلو وبتكلم وبص لساني ده، لكن تحطه مع ناس واقول له اشتغل في ورك تيم او تيم ورك، يقول لك ايه؟ انا ماليش في السكه دي يا عم، انا خليني ايه على الكمبيوتر بتاعي، اقعد في مكتب جنب كده اهو واعمل لك اللي انت عايزه، بس ايه؟ ما تحطنيش مع اسامه. ليه؟ ما عرفش يعمل الكوردينيشن ما بينهم وبين بعض ايه؟ صح؟ وده نتيجة عدم وجود الخبرة أو النولج اللي احنا بنتكلم عليه. عشان كده أقول لك إيه؟ إن الأيديا هنا بيبول كان دو أ بيتر جوب. ها؟ إمتى؟ لو عرفوا يشاركوا المعلومات صح، مش كده؟ يعني أنت ممكن تبقى فاهم في الحتة بتاعتك أوي أوي، تبقى راجل خبير في القصة، أنت الوحيد اللي تفهم فيها في مصر، بس تيجي تروح لأسامة عشان تفهمه وجهة نظرك ما أنتش عارف توصلها. عشان كده اقول لك ايه؟ ان في كورس من الكورسات اللي بتدرس دلوقتي حاليا حتى الجماعه بتوع التنميه البشريه، يقول لك ايه؟ اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز. ازاي اعمل تواصل ما بينه وبين الناس؟ ازاي لما اقف في برزنتيشن زي ده اعرف اوصل لك المعلومه؟ بمعنى اصح اعرف اعمل هايلايت او اعمل هاي سبوت على اللي انا عايز اوصله لك. ما انا ممكن اقعد اتكلم معاك 3 4 10 ساعات، مش كده؟ في الاخر انت كنت عايز تقول ايه؟ عارف انت الفيديو المشهور يقول لك قول السؤال تاني؟ انت ممكن تبقى في لحظه من اللحظات كده. عشان كده بنقول ان الانترفيو اللي حضرتك بتحضرها ليس شرط انها تكون تكنيكال بس. يعني انا ممكن ما ابقاش عارف اي حاجه في التكنيكال. بس بمعنى اصح انا واقف مالي مركزي. صح؟ لان في واحد قاعد بيبص عليا نفسيا عامل مش كده؟ الراجل ده هيبقى هيعرف يقود الناس اللي تحته فنيين وعمال ولا مش هيعرف؟ هيعرف يبقى رئيس ورديه ولا مش هيعرف؟ صح ولا ايه؟ انا كصاحب مصنع لو هاجي عين حضرتك مش انا ماليش دعوه بالتكنيك، التكنيك انا ممكن اعلمه لك انا، صح؟ ممكن بخبرتك مع يوم مع اثنين مع ثلاثه مع شهر مع ست شهور انت خلاص فهمت كل حاجه في خط الانتاج. بس السكيلز اللي هي الكوميونيكيشن سكيلز اللي احنا بنتكلم عليها لو مش موجوده عند حضرتك تبقى ايه؟ مالكش لازمه عندي، صح؟ حتى لو انت شاطر في الحته دي. ممكن اجيب واحد بكوميونيكيشن سكيلز قليله واعلمه يبقى راجل ايه؟ بروفيشنال. عشان كده بنقول ان المدرس هو بيدرس اول حصه له او اول سيكشن له او اول محاضره له تلاقي في ايه؟ في مشكله. مع سنوات الخبره ايه اللي بيحصل له؟ لو قعد قدام رئيس الجمهوريه فرق معاه؟ هو خلاص اتعلم وعرف بيعمل. عشان كده بقول لك ايه؟ كان دو بيتر جوب. الناس دي ممكن تعمل لو حصل ايه؟ كوبريت، حصل تعاون كويس ما بينهم عشان ايه؟ يحاول هدف.
عشان كده بننصح بنقول في مشروع التخرج احنا حاولنا نصعد الجامعه مشروع التخرج لو ما اخترتش التيم ورك بتاع حضرتك صح في مشروع التخرج انت مش هتعمل مشروع صح ليه واحد جاي يدفع فلوس بس مش كده ده ينفع معاك في بعض الاحيان بيبقى مطلوب بس هو لو كان اكتب احسن ها يعني يدفع فلوس انت كده كده هتدفع صح بس محتاجين مجهودك ايدك معانا يا عم الحاج ايدك معانا دي فين ايدك معانا كده هيسلم عليك يعني ولا هيشتغل بيه اه السوفت وير في هتروح تشيلها مطلوب مش عارف المكان الفلاني هتجيبها درايف من المكان الفلاني اذا انا اهم حاجه عندي هو تحديد الهدف اللي حضرتك ايه عايزه انا النهارده لازم اخلص الجزء الميكانيكي في الايه في المشروع بتاعي هنخلصه النهارده مش هنقوم من عليه من هنا النهارده لما نخلصه يبقى الهدف صح طالما حددنا هدف هنتعاون صح هنعمل ايه بالترجمه الموضوع جاي من قدام لورا ممكن تعكسه صح حدد هدف تعاون صح او هات الناس اللي اشتغل معاك صح اعمل البيتر جوب اللي احنا بنتكلم عشان كده الكاركترستيك بتاع اي سيستم بقى لو حققت بيه الكلام فات ده ها بيتر ديفينيشن اوف ذا برودكت وزود ليت تشينج يعني لما عندنا احنا الخمسه في الكونكرنت اللي احنا بنقول عليها ده احنا خلاص عندنا تصور لما بعد التصنيع صح فانا بقول لك التليفون ده اهو ان شاء الله بعد 10 سنين هنطوره بالشكل الفلاني او هواوي او سامسونج هتطوره بالشكل الفلاني فعنده رؤيه وما عندوش كل شويه يغير لا ده المكان ايه ده التليفون ده عايز ايه المذر بورد ده الكاميرا ده مش لا هو الليت تشينج دي تقريبا مش الديزاين ها في مرحله التصنيع والتجميع يعني ببص على التصنيع كمان البروسيس هنا بتاخد ايه ديفلوبمنت مرحله التطوير بتاعتها ويل ديفاين معروفه انا هعمل ايه السنه الجايه في التليفون ده هطور ايه الجماعه اللي شغالين في الار اند دي في ريسيرش اند ديفلوبمنت هيعملوا ايه خلاص المنتج نزل وتصنع ونزل السوق بس هشتغل عليه لسه ما خلصش ليه؟ عشان بنفس الكونسيبت ونفس الديزاين ده بدل ما اعمل ديزاين فروم سكراتش من على الارض انا عايز ابني دلوقتي افتتح قسم عماره هنا زي ما هم عامل او قسم مدني هيعمل ايه؟ هيهدي ده ويجيب واحد تاني؟ لا طب انا ممكن ابني دور طب ما ممكن ناخد المعمل بتاع مش عارف ايه نحطه لقسم مدني طب نعمل الاوضه اللي تحت الورشه مش عارف نعملها فين؟ صح ولا ايه؟ يبقى عنده ايه؟ الديفلوبمنت ده ويل ديفايند انا عارفه او اظبطه لو حبيت افتح قسم مثلا صلاه محتاج حاجه عامه اه عندي البنيه التحتيه الاساسيه لكن ممكن اطور اعمل صح المدرج ده انا ما عنديش طلبه كتير صح جدار كده عام اعمل سبوره هنا واعمل سبوره هنا بقى ايه عندي مدرجين في باب وباب مش كده ولا ايه عندي مدرج صغير ياخد 50 60 طالب عندي مدرج 50 60 طالب في كل قسم يبقى كل قسم اصبح له ايه كل قسم اصبح له اصبح له المدرج الخاص بي. طيب بعمل بيتر كوست استيميت يعني ايه بيتر كوست استيميت؟ اه والله التكلفه بتاعت الديفلوبمنت والتصنيع والهيصه دي هتتكلف مثلا مليون جنيه. طب انا هكسب كام؟ اه لما اجي ابيع في السوق هكسب 2 مليون. يبقى انا ايه؟ صنعت او كلفت مليون وست ايه؟ مليون. طب انا عندي عمال بكام؟ طب موظفين بكام؟ خدوا نص مليون يبقى انا برضه ما زلت ايه؟ كسبان لو لكن لو جيت تحسب التكلفه لقيتها 2.5 مليون وانت هتكسب او كل اللي هيجي لك من الموضوع ده 2 مليون جنيه يبقى انت ايه؟ شغال في الخساره يبقى المصنع ده يقفل احسن صح؟ او المنتج ده ما ينزلش السوق احسن. طيب اخيرا ان انا بقلل الباريرز او المشاكل اللي ما بين التصنيع والتصميم صح؟ انت بتصمم على الورق حلو قوي. والله التصميم ده حلو وشغال على السوفت وير حلو بس لما جيت تحطه في ريال تايم ايه اللي حصل؟ ها مش عارف لا مش عارف مش شغال يعني الناس اشتغل حلو قوي والله يا دكتور كان شغال امبارح انا عايز اشوف هو المهم ان انا اشتغل وايه واحد يقول لك انا غيرت تاتش خد يا عم التاتش لا قلت لك تاتش النهارده بكام يا عم يقول لك مش عارف ب 100 جنيه تمام بعد ما غيرت ال 100 جنيه تيجي تروح البيت تبص تلاقي التاتش ايه وانا كنت بغيره عشان قلت اما انا اقوم خبط التليفون كسره ومراح دماغي مش كده يبقى انا برضو ايه؟ لو انا عامل الاستميت صح وعامل ديفلوبمنت صح ما كانش المشكله دي هتيجي هتحصل عشان كده اقول لك إيه؟ ان انا في الاخر بقلل البارير او القيود ما بين التصنيع والتصنيع. طيب الريكويرمنت بقى اللي انا بطلبها بعد ده كله بعد القصه اللي احنا بنتكلم ده تقريبا احنا كنا وصلنا لغايه النقطه دي الاسبوع اللي فات. يبقى عندي هاي كواليتي منتج الكواليتي بتاعته عالي روبست حاجه متينه
التليفونات دي لو وقع دلوقتي في الشاشه, جاب شاشه وجاب مش عارف سكرين وجاب تاتش وممكن اصلا ما يشتغلش, صح؟ لو وقع وهو سليم البطاريه بتاعته بدل ما كان بيفضل معاك 3 4 ساعات مش بقى ايه بقى ساعتين, كل ما يقع مره عمره الفضائي ايه بيقل, فما عادش روبوست. روبوست يعني ايه؟ حاجه متينه كده, حاجه ماليه مركزها زي ما بيقولوا. لو كوست التليفون ده اول ما كان نازل زي سعره دلوقتي كان جاي ب 4 5000 جنيه دلوقتي ما يجيبش 1000 جنيه, صح؟ نفس الكلام لاي منتج ميكاترونكس. التايم تو ماركت, التايم تو ماركت دي لو حضرتك شغال في التسويق, لان ممكن خلي بالك انت تبقى مهندس ميكاترونكس عام انا مش عارف ليش عاطر التسويق, بس قد تكبر انت تشتغل فين؟ في التسويق. ما عنديش حد, انا رايح اجيب واحد منين؟ طب عشان بيفهم في القصه دي اه مين مش شغال, نعلمه ازاي يشتغل في التسويق. اذا الحته دي اهي مهمه قوي. طيب وتمام, انا هنزل المنتج بتاعي, تنزل المنتج بتاعها في رمضان, اشمعنى في رمضان يا عم؟ هيتصحى نفسه لما عارف هو مثلا لازم نوعيه معينه زي الكنافه ومش عارف ايه, امال ليه الجماعه بتوع القناه شغالين في رمضان بس؟ عارف الدنيا كلها بتعمل كنافه في رمضان, فهو المكسب بتاعه فين؟ في التايم سلوت اللي هو في حته دلوقتي, مش كده؟ التخفيضات يقول لك موسم تخفيضات, هم بيتحطوا على البلانين مش بيعمل تخفيضات, صح؟ يقول لك موسم تخفيضات في شهر 7 ولا في شهر في الشتوي ولا في الصيف, هو عامل تخفيضات؟ ما عملش حاجه والله, ده هو ايه؟ كان عامل حاجه ب 170 ولا كان نازلها ب 140؟ هو شال حاجه اصلا ب 100 مش كده؟ هو كده كده ايه؟ كسبان, بس عامل سيل يقول لك في سيل على مكان الفلاني يا عم, والله ما عملش سيل, بس ايه؟ عرف يكسب الزبون صح وعرف ينزل امتى بالتخفيض بتاعه, عشان كده التخفيضات دي ما بتنزلش الا في وقت معين. اسامه عامل تخفيض في المكان الفلاني, ينفع اعمل تخفيض قصاده في نفس المنتج؟ سيبه شويه واسعاره عاليه, اروح انا ايه؟ نازل بمعنى اصح البلد زي ما انت بتقول, بسقع المنتج بتاعي زي ما الجماعه ايه؟ الجماعه بتوع السوق بيتكلموا. يبقى اهم حاجه عندي في الخطوات دي امتى هنزل السوق بالمنتج بتاعي. طيب يا ترى انا هنزل السوق والعميل بتاعي قراري ولا مش راضي؟ ها؟ ساتسفاكشن, كلمه كاستمر ساتسفاكشن دي رضا العميل. مع نزول السوق واختار التوقيت الصح لابد ان انا اسعى ان انا ارضيه, مش كده؟ ما عملوش حاجه وحشه, ما عملوش قميص اول ما اجي اغسله تمام؟ حطه في الغساله, ست البيت حطوه في الغساله, الصبغه اللي عليه راحت, هعمل ايه؟ بس اللي هو منك, مش كده؟ انت هتشم حاجه غيري؟ حاجه قبايله وبص لو ربع دي مش كده؟ اذا هنا رضا العميل مهم, لذلك احنا بنتكلم عن ايه بقى؟ ان المنتج بتاعي بعد توفر كل الاصابات دي لازم يفكسب. يعني ايه فيكسب؟ اعرف اصيده, كده؟ هو انا لو عارف ان هو ملوش صيانه في المحصوره اروح اشتريه, بلاش المحصوره, ملوش صيانه في مصر, عشان يقول لك ايه؟ في عربيات ما تشتريهاش اصلا في مصر, ليه؟ يقول لك الصيانه بتاعتها والتركيب بتاعتها مش موجود. او عشان تروح التركيب انت مش عارف انت بتروح فين كده وفين على طريق الصحراء وفين ويا ترى في عربيات يقول لك القطعه بتاعتها مش موجوده. انا عايش حال حلو المكان السيء والناس موضوع مكان السيء اللي اشتغلت في الشهر ده شهر في اي سوري اي داهيه بتمشي بتلاقي ايه قطعه غيرها, صح؟ لكن المكان اللي فاضي اه المكان مش عارف بكام, بس ايه؟ انت لو رحت تجيب قطعه غيرها تجيب برضه قطعه غير مصاصين مش قطعه. ما انا برضه ايه؟ اشتغل على حاجه, عشان كده بقول لك يمكن السيستم لازم يبقى ايه؟ عنده هاي فلكسبيلتي, هتطور فيه. لو شفت الحته اللي فاضيه في المكان الصيني ممكن تقول لك لا لا المكان التويوتا لازم يبقى لها حته تويوتا, صح؟ كده ما ينفعش عمل حته الصيني يا عم, انا اروح مش عارف مين عند فين في الصينيه فين وانا شارع عربيه عشان اتاكل عشان اروح هناك. الحاجه الثانيه ان نفس المكان تعمل اكتر من وظيفه, نفس المكان تعمل اكتر ايه؟ اكتر من وظيفه. ليه يا عم؟ عشان انا ممكن التليفون ده اهو ممكن افتح عليه فيس, ممكن افتح عليه واتس, ممكن افتح عليه وورد, ممكن اكتب عليه على الاوفيس باوربوينت او غيره, مش كده؟ ممكن افتح عليه البي دي اف, هو كان في بي دي اف قبل كده اصلا هنا على التليفونات دي؟ دلوقتي بينزلوا سوفت وير. طب كان في اصلا سكان؟ يقول لك في كام سكان دلوقتي بدل ما تجيب السكانر ب 300 400 جنيه, لا ده انت ممكن بالكاميرا بتاع حضرتك اللي هي ال 25 ميجا بكسل دي تصور وتعمل سكان زي كل الايه؟
الباسبور بتاعك. اذا هنا هاير ماشين يوتيلايزيشن يعني استخدامات متعدده نفس الايه الحاجه مش كده. دلوقتي انت ممكن تنزل ابلكيشن تعرف ميعاد الصلاه وميعاد اسعار الذهب كام واسعار مش عارف ايه. ما كانش الكلام ده بقول قبل كده صح. في الاندرويد رقم واحد الاصدار رقم واحد كان فيه كل الكلام ده كل يوم واحد ايه يخترع له ابلكيشن وينزله. ده الجماعه المصريين حتى بيعملوا ابلكيشن مصري دلوقتي مش كده. اذا انا هنا مهم قوي عندي في التصنيع بتاعي يكون عندي ها ان السيستم بتاعي يبقى مالتي تاسك. زي ايه يا عم عشان نشتغل بقى في الهندسه بتاعتنا السي ان سي ماشين. السي ان سي اللي بتعمل دريل هي اللي بتعمل لحام هي اللي تعمل قطع تعمل في الخشب تعمل في هي نفس المكنه ونفس التصميم نفس التصنيع. يبقى انت لو رحت اشتريت مكنه ب 10000 جنيه او ب 20000 جنيه وبتعملها 5 6 تاسك مش احسن ما تروح تشتري 5 6 ماكينات ب 5 6 اعطال؟ ما هو 5 اعطال 5 صيانه 5 مش عارف. يبقى انا بدفع فلوس لكن لو اشتريت مره واحده ب 20 وغيرت الطول او برمجت عدلت البرنامج يبقى انت ايه بتوصل اللي عايزه. عشان كده عشان ننهي المحاضره بتاعتنا الميكاترونكس سيستم ديزاين بيتم على ثلاث مراحل. اي مشروع تخرج حضرتك تعمله او اي مكنه حضرتك تصنعها لابد ان تمر بهذه الثلاث مراحل. ايه هما؟ موديلنج اند سيميليشن. يا دي النيل على الموديلنج اند سيميليشن كل شويه موديلنج اند سيميليشن. عشان كده بقول لك يا اما ايه يا مخاطره. هو انت عشان تتعامل زي ما قلت لك المحاضره فاتت عشان تتعامل مع اسامه مش لازم تفهم اسامه ده شغال ازاي؟ لان انت ممكن تقفش معاه صح ولا ايه؟ انت لو مش عارف تتعامل معايا اه ممكن تيجي تقول لي كلمه تبص تلاقيني بدل ما باخدك بالحضن اقوم ضمك. يبقى انا كده ايه؟ ما عرفتش اتعامل معاك ايه؟ كويس. عشان كده لازم اعمل مودرن نمزجه وبعد النمزجه دي اه والله طب اجرب كده في اسامه اقول له كلمه حلوه طب اقول له كلمه وحشه عامل زي الراجل ومراته كده. واحد يوم خبط الكلمه لمراته ثاني يوم اتطلقها مش كده؟ واحد ثاني يقول لها كلمه تقول لك والله ما انا قاعده فيها. مش هو ده اللي بيحصل؟ ليه؟ لان هو ما عرفش يدخل منين الدخله الصح اللي احنا بنقول عليه. انا لما جيت اتكلم مع المدير بتاعي والله ما انا قاعد لك فيها من الصبح انا مقدم استقالتي خد استقالتي يعني. ده اللي بيحصل؟ ليه؟ ما عرفتش تقرا المدير بتاعك صح او المدير بتاع حضرتك ما عرفش يشتغل مع حضرتك صح. مش كده؟ قفش مع الموظفين او مع العمال او مع المهندسين خلى المصنع خرب. تاني يوم قفل. اذا انا هنا خلي بالك المودلنج اند سيميليشن مش في سيستم بس. المودلنج اند سيميليشن في امور الحياه كلها. انا شخصيا دي وجهه نظري. يعني قبل ما اخش معهد المحل ده يا ترى انا هدخله هعمل فيه يبقى انا لازم اعمل له نموذج صح؟ نموذج يعني ايه؟ هو ولا هندسه طنطا؟ هو ولا معهد المستقبل في المنصوره؟ هو ولا اكاديميه مش عارف مين؟ هو ولا ده نميزه صح؟ يبقى انا بعمله نموذج. هو نموذج ليه؟ طيب السيميوليشن ده انا بقول لك رساله على المعهد. السيميوليشن سيميوليشن يعني ايه؟ ها اجرب صح ولا ايه؟ انا هاجي هنا يا عم خلاص والله المصاريف حلوه وفي مكان حلو وقريب مني واحسن مش عارف من مين واحسن من مين فتيجي نروح سنه كده صح ولا ايه؟ عامل زي ما تكون مكرم كافيه جديد. فتعال نروح عند مش عارف مين نشرب قهوه كده ولا نشرب مش عارف ايه؟ اه ده الراجل ده بيعمل سبيس صح هو كويس سبيس بتاعه حضرتك انت لما بتشتغله ها التجربه اللي احنا بنسميها سيميليشن. لو جربت مره وطلع السبيس صح حلو انا هتمرن انا كل يوم اروح اعمل ده بعد الشغل كده اروح اخد قهوه ماشي او قبل ما انزل الشغل اخد القهوه ماشي. التجربه اللي احنا بنقول عليها ممكن تكون تجربه حقيقيه او فعليه في الهندسه فين يا عم؟ انت عايز تركب روبوت او تعمل سي ان سي ماشين وتحط كل حاجه وتشيل وتصنع وتقفل وتكسر وتربط مع بعض اهو ولا تشوف الحاجات دي لو ركبتها مع بعض تشتغل ولا لا؟ شوفها ازاي؟ ممكن ايه؟ بدل ما تعملها حديد ولا لو انت مكسر وتكسر نفسك تقدر تجرب من غير ده خشب. طب اكريليك طب بلاستيك مش لازم تعمل كده؟ مش تعمل ده كله كده في ازاز يعني انت عامل وده الشيء اللي احنا متفقين عليه مش هو ده بس هو عمل ايه؟ بروتوتايب يعني ايه؟ نموذج مصغر من الحاجه اللي انت عايزها يبقى روح على الاساس ايه؟ انا بنعمل الشفاط اللي ورا ده بروح واحد اللي ورا صح؟ ولا فاكر كده مش محتاج ولا لا؟ مش كده؟ لما تاخد الهواء الخشب اه صح؟ لما تخلي الخشب ده مش عارف الميه لما
خليها مونتاج الفريق. انا بعمل ايه؟ بعمل سيميليشن. سيميليشن يكون في مونتاج على حاجه بتقولها او طيب انا عملت كده كله خلاص في السفرات والمواقع دي اللي عندي خلاص استقرارها انا هعملها من مش عارف من الحديد ده وصلنا نجيبها مطور الدي سي ومطور مش عارف ايه ودايما ايه نعمل خطوه تانيه اسمها فوتو ايه؟ مفيش حاجه بتطلع السوق مره واحده صح ولا ايه؟ مفيش عقار في الدنيا دواء تطلع مره واحده صح بيعملوا ايه؟ بيعملوا عينه والعينه دي تدور على صار ممكن تدور على بضاعه نجرب على حيوان اقل الحيوان ده ممكن يكبروا شويه يبقى مش عارف على عزاف بقره وليه نعمل الكلام ده؟ عشان نشوف ايه تاثير هذا الدواء على كذا كذا راجل او كذا شخص او كذا حيوان ليه؟ عشان البروتوتايب الصغير ده النموذج الصغير ده بعد شويه هيبقى ايه؟ عايزين ننزله السوق بقى يبقى جوه الايه؟ العقار بتاعك جوه يقول لك احنا جربنا في روسيا مش عارف عقار على 100 مليون مش عارف ده جابوا فلان وجابوا عملوا ايه؟ وقال لك ده الراجل ده ما كانش بدري ايه؟ اذا انا بعمل في البروتوتايب ايه؟ هقول لك البروتوتايب عشان كده مشروع التخرج ده حرام لما تيجي تعمل انا عمري ما هحاسبك على انت ايه؟ صح؟ ولو حسب الانتاجيه احد من المشاريع اللي بتقول دي هتلاقيني بقول لك ايه؟ انا المفروض مشروع كارد جوه ليه؟ مفيش منتج مفيش انتاج طلع منه عشان كده احنا في البروتوتايب دي بنقول ان احنا بنعمل ايه؟ نموذج صغير. اخيرا حاجه اسمها الديبلويمنت. ايه الديبلويمنت دي يا عم؟ ها؟ انزل بقى تقلي في السوق خلاص انا عملت الحاجه الصغيره تمام؟ التليفون ده شغال في المعمل حلو او العينه دي بتاع الدواء دي اشتغلت كويس خلاص بقى انشر للعالم ان انا خلاص عملت ايه؟ عقار لدواء كورونا لمرض كورونا مش كده؟ هل العقار ده طلع للسوق مره واحده؟ ولا اتجرب 100,000 مره عشان يطلع او اخد القرار ان اطلعه؟ عشان كده الديبلومنت ده وبالتالي الثلاث مراحل دول هيظهروا مع حضرتك في البلوك ديجرام اللي حضرتك شايفه ده. مبدئيا كده ادا موديلنج اند سيميليشن ادا بروتوتايب ادا ديبلومنت شو هما دول ثلاث مراحل بالبلوكس كده. اكتر مرحله فيهم ايه او اصعب مرحله فين؟ ها موديلنج اند شوف بتاخد قد ايه فيها كم خطوه هنمر على الحاجات دي واحنا قلناها واحنا شغالين دلوقتي. البروتوتايب النموذج انت عملته في مشروع التخرج ده ممكن في اخر شهرين تجمعه وتظبط حالك وتيجي يوم المناقشه تقول لي خد البروتوتايب صح؟ لما عملت البروتوتايب واثبتت الكونسيبت او اثبتت المفهوم بتاعك او الفكره بتاعتك لما تيجي تاخد شركه انا كصاحب شركه بتاع تصنيع اقول لك السي ان سي ماشين عملتها اهو عملتها 5 اكسس هات يا عم نفس التصميم بتاع حضرتك ده وانا بس ايه؟ في شركتي انا الشركه الفلانيه دي هصنع لك بس. هل هصنع كم مكنه في الشهر؟ بنفس الوقت اللي انت خدته؟ يعني انت قعدت سنه في مشروع التخرج صح؟ ده انا لا ده انا ممكن اطلع لك في المرحله الاخيره بتاعت الديبلويمنت دي كل يومين مكنه مش كده؟ عندي خط انتاج بقى ومواتير وحاجات بتجمع وناس قاعده شغاله ليل نهار شغاله في الدرايف وخلاص التصميم عندي. انت جبت لي الحاجه على ورق وعامل لي نموذج صغير وهو شغال والميكانيزم شغال يبقى انا ايه؟ باخد كوبي من الصغير اللي انت عملته ده احطه على كبير صح؟ العينه اللي انا طلعتها بالدواء الصغير في المعمل اللي كانت قد كده خدتها وعملت ايه؟ عملت بقى الماس برودكت اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الانتاج الكبير او الانتاج العالي. تعال نشوف المودرنج اند سيميليشن. المودرنج اند سيميليشن زي ما قلت لحضرتك اهم حاجه ريكوجنيشن اوف ذا نيد. انت بتعمل المشروع ليه؟ انت بتطور في الحاجه دي ليه؟ ريكوجنيشن يعني ايه؟ ادراك ما هو الحاجه او ما هي الحاجه الى عمل هذا المشروع او الى تطوير هذا الاي برودكت. طيب لما طورت عملت حاجه اسمها كونسبشوال ديزاين اند فانكشنال سبيسيفيكيشن. هو الراجل ده لما جه يعرض البرزنتيشن بتاعه تمام الاول ما كانش فيه ده صح؟ كنت لازم اقعد جنب الكمبيوتر عشان ايه؟ اقل دلوقتي انا ايه؟ بشاور لك وممكن اقلب شمال ويمين اهو صح ليه؟ فانا هناك حاجه الى وجود برزنتر عشان يخليني ابعد عن الكمبيوتر بتاعه ما اجيش اعمل كيبل. فهي دي الحاجه صح؟ طيب الغرض من هذه الحاجه ان انا
ابعد عن الكمبيوتر. طيب اذا انا محتاج اعمل حاجه في الكمبيوتر اوصله بيها مش كده، يبقى في وصله ما بينه وبينه صح. الاول الماوس ممكن كان يغلب، انا ممكن بالماوس ده اهو السلك ده كده اشتغل صح ولا ايه؟ بس السلك ده له ليميتيشن، اخره فين؟ اخره هنا. السلك ده عبد الله راح يجي كده فقال لك لا، طب ما نعمل ايه؟ ها؟ حاجه وايرلس كده، يبقى وصل ايه؟ حاجه تتربط بدي واعمل دي في واحده، ولا عايز يرجع ورا في ورا جاي. اذا هناك حاجه لايه؟ لهذه القصه. نشأت منين؟ من ميد. انا عايزها مش كده؟ انا عايز اتحرك براحتي، عايز ابعد عن الكمبيوتر ده، مش هفضل لازق جنبه. الاول كنت كان الواحد لازم يبقى قاعد جنب الكمبيوتر عشان يشتغل. طيب ده الكونسبشن، المفهوم شكله عامل ازاي؟ بص كده بعد كده. فيرست برنسبل موديلر. يعني ايه يا عم؟ طب ما تيجي نعمل نموذج مصغر للبرزنتر ده. اول ما عملوه كان ايه؟ بتاع الكبيره دي كده. كده؟ اللي هو كان بدايته ايه؟ الماوس الوايرلس. نفس الماوس دي بس انا مقطع السلك ده صح؟ مش كده ولا ايه؟ بس الماوس ده كبير قوي مش كده؟ ما انا ممكن اشيله في ايدي فعلا واقلب بيه اهو، لو فضلنا السلك ده مقطوع ما انا هقلب اهو. يقلب والله. صح ولا ايه؟ كليك يمين وكليك شمال زي الفل. بس مشكلته ايه؟ ها؟ كبير. بس هو بدأ بإيه؟ بالخطوة الكبيرة. مش مشكلة اعملها، بس اثبت لي ايه؟ اثبت المفهوم اللي انت قلت لي عليه ده، ان الوايرلس يشتغل وان هو يقلب شمال ويمين. تمام؟ طيب احنا نقف عند ده، هنخلص ده ونقف. بعد ما عملت الكلام ده بيقول لي ايه؟ بعد اول ما عملت مودلر ماثيماتيكال مودل، خلاص انت عملت الماوس الكبير ده، طب ظبطه بقى وجربه في السيميليشن. اعمل ايه؟ سنسور اند اكشويتور سيليكشن. في البريزنتر ده انا محتاج ايه؟ اول حاجه محتاج حاجه تحس بالبلوتوث بتاعي او الوايرلس بتاعي صح؟ اليو اس بي اللي انا مركبه ده بتاع الصغير مش كده؟ محتاج ده محتاج الضوء ده ليه؟ عشان هو واقف يقول لي ايه؟ والله ده انا شغال في الحته الفلانيه. محتاج بوينتر. محتاج حاجه تقلب شمال ويمين. مش ده اكشويتر؟ ها السويتش انت بتضربه شمال ويمين ده، مش ده اكشويتر؟ ضغطه ميكانيكيه بتاخد الحركه تقلبها لايه؟ لتقليبها على الشاشه مش كده؟ يبقى اكشويتر. سنسور اند اكشويتر سيليكشن. بعد ما اخترت الحاجات دي كلها بقى تعرف تركبها مع بعضها؟ ها؟ ما انا ممكن اختار حاجه سنسور حلو مع اكشويتر تعبان، اجي اركبهم مع بعض ما يشتغلوش صح؟ لكن انا مطلوب مني ايه؟ اثبت ديتيلد موديلر ماثيماتيكال موديل، اركبها مع بعضها بقى واشوفها هتشتغل ولا لا، بس برضه كموديل. يعني اسامه ينفع يعيش مع محمد في نفس الشقه في السكن ولا لا؟ الكاريزمتين الاثنين دول يعرفوا يعيشوا مع بعض، يعرفوا يطبخوا وينظفوا الشقه ولا لا؟ انا ممكن اجيب اسامه ومحمد ما يعرفوش يعيشوا مع بعض صح؟ اذا انا اشتريت سنسور كويس واكشويتر كويس بس جيت احطهم على بعض ما اشتغلش. اذا اقول لك لا يا عم انت مش هتنفع تسكن معايا ولا هسكن معاك، انا هاخد الشقه لوحدي وراها دماغ. ليه؟ انت متعود تنظف المكان اللي انت فيه، واحد تاني بص بيخش يرمي اي حاجه في اي حاجه. اذا انا بتكلم على ديتيلد موديل اشوف اسامه فعلا بقى هينفع معايا ولا مش هينفع. خلاص بقى انا ايه؟ انا كنت بكلم اسامه كده على بعد، دلوقتي انا هتعامل معاه مباشره، ده انا هنام معاه في نفس السكن مش كده؟ يبقى لازم ايه؟ اخد بقى ديتيلز. طب اسامه انت بتعرف تطبخ؟ اسامه انت بتعرف تنظف؟ اسامه انت بتعرف ترتب الحاجه؟ اسامه انت هتقفل الشقه قبل ما تمشي؟ لا، هو انت لو سبتها الباب مفتوح حاجه تاني يوم الاقي حاجتي مسروقه مش كده؟ فانا بعمل ديتيلد ايه؟ موديل. بعد ما ركبت الحاجه دي كويس وشغاله خلاص ضمنت ان هم هيشتغلوا كويس، اعمل ايه انا بقى؟ كنترول سيستم ديزاين. خلاص الحاجه اتركبت مع بعضها وانت ظبطتها وجمعتها ميكانيكا وكهرباء ودرايفز وسنسورز والكلام من ده كله، محتاج ايه؟ حته الحاجات تشتغل بقى. هتشغلها ازاي؟ نجرب في الكنترول سيستم حاجه بسيطه. شغله مانيوال كده صح؟ الروبوت بتاعك ده مانيوال كده، هات بالجويستيك كده وشغله. بس مش هو ده التارجت بتاعي صح؟ ده انا عايزه ايه؟ عايز وابس، عايز الروبوت ده يشتغل يجري كده يلعب لوحده مش كده؟ مجرد ما اعمل له اون الاقي العربيات تتحرك لوحدها. فتخبط في الكرسي زي المثال بتاع اللي احنا قلنا عليه اللي هو المكنسه اللي هي الايه؟ الاوتوماتيك. اجرب الكنترول سيستم البسيط. تمام؟
اشتغل ضمنت ان حاجه شغاله صح متولفه مع بعضها بس ما حققتش التارجت اللي انا عايزه بالبرفورمانس يبقى انا اعمل ايه ديزاين اوبتمايزيشن احسن والتحسين ده ممكن يرجعني فين يا عم بص كده التحسين ها الفيرست ستيب يبقى التحسين ممكن اعمله ايه ممكن يرجعني من البدايه تاني ليه انت عايز توصل لاحسن حاجه في السيميليشن بتاع حضرتك زي الناس اللي شغاله على السوليد وورك او غيره بيعمل سوليد وورك هو عايز يركب الميكانيزم الفلاني مع الحته الفلانيه فبايه اول ما الرجاله تكون مع بعض هو السيستم اتحرك فعلا بس الحركه مش ايه طب تعالى نشيل الحته دي طب نحط الحته دي طب نزود مش عارف الميكانيزم الفلاني طب نحط ترس طب نحط مش عارف ايه بدات الحركه دي تتحسن 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 لغايه ما توصل ايه احنا عايزين نوصل ايه اعمل ما تنساش الكلمه الاولانيه الاوبتيمال ديزاين عشان كده اقول لك ايه الاوبتمايزيشن صح يبقى ممكن اقعد في السيكونس دي افضل فيها شهر اثنين ثلاثه لغايه عشان كده اقول لك ايه انا على ما وصلت للديزاين الاخير بتاع مشروع التخرج بتاعي ده قعدت 6 شهور صح صنعت في قد ايه؟ شهرين ثلاثة مش كده؟ بس انا عملت ايه؟ عملت تصميم صح فكل حساباتي مظبوطة استرس عملت استرس اناليسيس عملت كينيماتكس عملت داينامكس عملت موديلنج عملت سيميليشن الدنيا زي الفل وستيبل هات بس يا عم شوية فلوس وانا خلال شهرين هكون مطلع لك السي دي سي ماشين بتاع حضرتك. بعد ما تخلص القصة دي هنروح نعمل ايه؟ تصنيع بقى التصنيع اللي جوه المكان الصغير البروتوتايب هاردوير انزل سيميليشن القصه دي او الموضوع ده برضه مهم ومحتاج حضرتك تسمع عنه او تبقى عارف معناه بيسموه اتش اي ان اتش اي ان هاردوير انزل هاردوير انزل ركز معايا السيستم بتاعك اهو الميكانيكال سيستم اللي انت صنعته وده الكمبيوتر بتاع حضرتك صح في موتور هنا ممكن تاخد درايف سيركت والدرايف بتوصلها بالايه باليو اس بي بتاع حضرتك وتعمل كنترول على الموتور ده مش كده صح ولا ايه يبقى الهاردوير اوريدي موجود عند حضرتك عندك موتور وكابل يو اس بي او كابل سيريال او كابل غيره من خلال الاردوينو تقوم واخد اداه هنا وعامل برنامج حضرتك على سوفت وير يتحكم في حركه هذا الموتور شمال او يمين ده ابسط الصوره صح؟ ده اللي احنا بنعمله في السيميليشن نتحكم في موتور او في ريال تايم نتحكم في موتور عبر ايه؟ السوفت وير الكنترولر بتاعي خلي بالك الكنترولر بتاعي على الكمبيوتر صح؟ البرنامج اللي انت عامله بالاردوينو او بالبيك او بغيره او بالبيس ومتحكم في حاجه ريال في موتور هنا اهو بدرايفرات وكمبيوتر صح؟ ده الهاردوير فعلا موجود لكن لو فرض ان السيستم بتاعك ما انتش قادر تشوفه او مش قادر تجيبه بمعنى اصح ناس شغاله على طياره وعايز يشوف الكنترولر بتاعه بيتحكم في الطياره دي صح ولا لا؟ انت بتعمل ايه في طياره؟ حاجة في حاجة اسمها السلاس فورس مش كده؟ بلاش نتكلم بالمصطلحات عشان لو في ناس الحاجات دي علينا انا بتحكم في طيارة الحفاظ على توازن الطيارة لا شمال ولا ايه؟ ولا يمين لو جالها طب هواء تتغلب على على الهواء صح؟ لو الجناح ده مايل شوية ايه؟ ترجع تعدل نفسها صح ولا ايه؟ طب انا الوقت عشان اصنع الطيارة الاف مش عارف كام والاف كام اللي موجودة دي ها؟ ينفع اجيب طرف المعاد هنا؟ الناس اللي كانت شغاله مشروع تخرج السنه اللي فاتت بتاع الميه دي مع الدكتوره مين؟ ده عشان يكلفه بس عايز 15 20 30 100000 جنيه صح؟ ده غير ايه؟ ده غير الكنترول. فقال لك لا طب ما انا بدل ما اكلفك والسيستم صعب طيب بلاش للطياره لو انا بشتغل مع كيميكال سيستم مصانع ادويه غليات بقى ومشادر وامونيا والحاجات بتاع السماد والحاجات دي وينفع تجيب السيستم ده وتصنعه وتجيب امونيا والحاجات دي؟ ها؟ هيبقى خطر عليك. ما كانش خطر هيبقى غالي. إذا قال لك لا ده أنا ممكن أعمل إيه؟ أعمل العكس. ركز معايا. على الكمبيوتر نفسه. على الكمبيوتر. هجيب السيستم. اللي هو الموديل بتاعه. يعني الموديل بتاع زي الناس اللي كانت شغالة في الفنتليتور، أيام موضوع كورونا ده.
قال لك الشركه الفلانيه نزلت الموديل بتاع الكمبيوتر اللي المفروض يصنعه في مصر. فالناس حصل بقى ايه؟ قال لك خلاص بننزل، الناس نزلت الايه؟ الموديل في هذا ونشتغل عليه. يبقى جاب السيستم هو حطه على الكمبيوتر عشان غلاء سعره او عدم توفره كهاردوير، حطه ايه؟ كشكل. وانا عايز اتاكد انا كراجل بتاع كنترول الكنترول بتاعي يشتغل على السيستم ده. هو الفنتريتور ده فكرته ايه؟ ها؟ نظام ضغط هواء مش كده؟ نظام بامب وفالف. يبقى انا لعبتي انا كبتاع كنترول بتاع ميكاترونكس لو عايز اشتغل على الفنتريتور او الجهاز التنفس الصناعي ده، هي اللعبه كلها فين؟ في القياسات اللي باخدها. خلي بالك ركز معايا لو سمحت. في القياسات اللي باخدها من جسم الانسان سواء كانت اكسجين او غيره او تنفس او غيره، وباخد الكلام ده وبناء على الاكشن ده او بناء على القياسات دي باخد اكشن اطلع كميه هواء قد ايه للراجل ده عشان يتنفس منه، صح؟ شو ده الموضوع؟ اذا انا لو عندي البامب والفالف دي متصنعه جاهزين، الخطر الاكبر فين؟ في الكنترول، صح؟ لو ما عملتش كنترول صح على الفنتليتور المريض مات. لو اديت له نسبه هواء زياده او نسبه هواء اقل برضه مات. يبقى انت ايه؟ اللعبه فين يا حضرات؟ هاو تو كنترول السيستم الموجود عندك. عشان كده انا في وجهه نظري اصعب مرحله او اصعب تصل في اي خط انتاج او في اي ماشين هو الكنترول ده. مش عشان انا راجل بتاع كنترول، لا، مش بقول لك كده عشان انا اقول لك الكنترول حلو، لا، بس هو ايه؟ هو ده. مخك ده لو مش موجود انا اسف انت ليك لازمه؟ بني ادم ماشي براس مش عارف مين. صح ليه؟ اعذرني في الكلام لكن هو ده فعلا. المكنه لو ما فيش بروسيسور صح وكنترول سيستم صح، حته حديده مرميه على الارض. فقال لك انا هجيب السيستم ده والكنترول اللي حضرتك عايز تعمله انا ممكن اصنعه ب 50 60 جنيه، صح؟ هجيب الكنترول اللي انا عايزه انا عنده اردوينو ودايره مش عارف ايه ودايره ايه ودايره ايه، واعمل الكنترول العكسي. ده بيسموه ايه؟ هاردوير ان ذا لوب. الهاردوير فين يا عم؟ لما تسمع كلمه هاردوير دي ان ذا لوب عشان بعد كده لما تفتكر لو قابلتها وافتكر كلمتين بقولهم من دول. هاردوير ان ذا لوب، الهاردوير جوه الكمبيوتر. السيستم نفسك بتاعك عشان انت مش قادر تصنعه ولا قادر تشوفه ولا قادر تعمل عليه سيميوليشن، تمام؟ كارير، حطه انت جوه على الكمبيوتر. وانت محتاج تثبت لنفسك التاسك الكنترول بتاعك شغال عليه ولا لا، حطه ايه؟ ففي ناس عامله الموديل ده اوريدي للطياره وفنتليتور وعبد السلام واحمد ومحمد، السيستم الصعبه والكيميكالز جوه على السوفت وير. يعني ممكن تروح تجي على المكتب فنتليتور موديل يجيبه لك وانت تصنع السوفت الكنترولر بتاعك وتعمل عمليه عكسيه اللي بيسموها عمليه ثانيه. ها؟ ركز كده. ديزاين اوبتمايزيشن. يعني انا ممكن بعد ما اعمل بروتوتايب للداتا شو ده اهي ارجع ايه؟ احسن فيها. انا الاول كنت عاملها بخشب الاطار الخارجي ده، صح؟ المره الجايه اعملها بلاستيك. طب البتاع ديت هتروح الصحراء او كل شويه عيل فوالها يخبطها، البلاستيك ده ينفع؟ او الفايبر ده ينفع؟ ده هيتكسر. يبقى انا محتاج ايه؟ شيل الغلاف. اه والله التطوير الجاي انا هشيل الغلاف ده البلاستيك ده او الفايبر ده واحطه حديد او احطه المونيوم. طب انا ايه رايك انا اعملها اطار من بره كده عشان يحافظ عليه؟ مش كده؟ زي ايه؟ انت اول ما اشتريت التليفون بتاع حضرتك ده ركبت له الجراب بتاعه؟ انت قعدت اسبوع كده مطر فيه، صح؟ بس لما اديته الخبط وقع منك فاتخدش فمش عارف ايه، قلت انا اعمل ايه؟ هو ده الاوبتمايزيشن اللي احنا بنتكلم عليه. هاو تو انكريز اللايف تايم بتاع ده، يبقى انا ازود العمر بتاعه ان انا ايه؟ اعمل اوبتمايزيشن حسن ادائه. حسن ادائه ازاي يا عم؟ اجيب له بتاع كفر كده. طيب في ناس تجيب كفر بلاستيك، في ناس تجيب كفر سيليكون، وفي ناس تجيب كفر مش عارف ايه. بناء على ايه؟ ها؟ الازاز الكفر برضه ما هو نفس المشكله، كل يوم هغير كفر. السكرينه نفس الكلام. هم ليه بيعملوا سكرينه ازاز؟ عشان تتكسر منك وتغيرها كل يوم فهو يكسر. مكان عملك حاجه حديد فايه لو اتخبط مش كده؟ بس هو ايه؟ ده لازم يبقى لايف تايم. اخيرا بعد ما بروح المرحله دي عملت نموذج مصغر للتليفون ده وشغال زي الفل. انزل سوق بقى اخر مرحله ديبلويمنت اوف امبيد سوفت وير. خلاص بقى ايه؟ جمع بقى كله ونزله السوق عشان برضه ما زلنا ايه؟ لايف سايكل ايه؟ يبقى الاوبتمايزيشن فين؟ في كل مرحله مين؟ في كل مرحله مين؟ من المراحل. انا هنا بص كده اللايف تايم اوبتمايزيشن او اللايف سايكل اوبتمايزيشن، بص راجع فين؟
ده انا ممكن عشان اخلي شركه سامسونج اللي مازال موجوده في السوق لازم ارجع فين لاول ديزاين كنت عامله عشان احسن من هذا الاداء اللي كان موجود نوكيا موجوده بقى في السوق موجوده بس ايه المصنع ده على الاقل هنا فاحنا الناس كانت ماسكه تليفون نوكيا ايام 3 و12 ده اللي كان عامل العقد موجوده في مصر بقى كده نوكيا ليه ما ظهرتش او ما اشتغلتش او ما كملتش؟ ها؟ عشان ما عملش لايف سايكل اوتوميزيشن يعني هو ممكن يكون البراند ده اتاخد باسم شركه ثانيه بس الفكره في ايه؟ انا بكلمك على نوكيا او غيره بتكلم على مثال مش شرط ممكن تبقى موجوده لكن الظاهره قدامنا ان هي اسمها نوكيا. اذا انا هنا مثلا نقول شركه المسيري في المحله الاول كان يقول لك المسيري في المحله ده حاجه ما حصلتش مش كده شركه غزل النسيج بتاع المحله كانت بتصدر بره دلوقتي تقول شركه المحله بتاع اقول لك ده اصلا ما ينفعش يصدر في صفه تراب ليه ها ما عملش الاوتوميزيشن هنا ولا اوتوميزيشن هنا ولا اوتوميزيشن هنا ما حسنش من ادائه وبالتالي عدم تحسين اداء البرودكت بتاع حضرتك بيأثر عمره الافتراضي وبالتالي ايه انت بتختفي من السوق مش كده عشان كده اقول لك ايه فتح الله ماركت كارفور اولاد رجل ايهما اكثر مبيعات كارفور مش كده ليه هو نزل السوق صح درس صح عمل ديزاين صح اختار اماكن صح مش كده هو ليه عمل المول بتاعه هنا على طنطا اول طنطا انا بتكلمك في مثال واقعي موجود اهو اشمعنى المكان ده برغم ان انت لو تعرف تاريخ المكان ده اصلا انت ما تدخلوش دلوقتي مش كده تاريخ المكان ده كان ايه كان مقلب انا اسف القمامه بتاع طنطا واجوارها كان هناك في مكان كارفور اللي هو موجود دلوقتي انت تخش دلوقتي كارفور ايه ده حته من مش عارف منين ده كان مقلب انا اسف زباله من كام سنه هو اختاره هنا ليه اختيار موقع مهم انا لما اجي اعمل مصنع اعمله فين اعمله تحت السلم ولا اعمله على طريق ولا اعمله ما انا على حسب الحاجه شغال فيها صح يعني انا لو جيلي بعربيات العربيات النقل الكبيره ينفع اعمله في الشارع بتاعنا طب عربيه النقل دي هتجيب لك منين ان شاء الله يبقى انت برضو لازم توصل ليه لان عربيه النقل هتجيب لك اخرها على الطريق السريع يبقى انت محتاج عربيات صغيره تنقل وتحمل وتجيب عمال وتشيل وتحط ما دي خساره ده بقى هو عشان كده انت بتاخد ماده اسمها دراسه الجدوى هو دي الجدوى اللي احنا بنتكلم عليه هو ليه اولاد رجب شغالين بس كده في حاجات صغيره هو اخرهم كده مش كده امكانياتهم كده ما بيعملش بس ممكن يكون بيعمل اوبتمايزيشن بس على مدى ايه طويل لكن كارفور ما كانش موجود في طنطا ما كانش موجود في المنصوره دلوقتي موجود في طنطا وفي المنصوره وممكن ينزل المحل قريب اذا ما كانش موجود صح ولا ايه اولاد رجب مش عارف بدل ما كان فرع واحد في المحل بقى مش عارف كام فرع فرع في المشحمه وفرع في ليه هو بيدرس السوق وعارف اه والله المكان ده محتاج هايبر ماركت هنا اذا انا هنا مهم قوي حضرات في اي تصنيع وحتى وانت شغال في الشركه بره او في المصنع هاو تو اوبتمايز الاوبريشن بتاع نفسك انت مش هقول لك بتاع المكان انت شغال عليها انت لو ما طورتش نفسك او عملت اوبتمايزيشن لحضرتك وانت شغال هتفضل ايه في وجهه نظر صاحب المصنع او العمال او الفنيين مجرد ايه اوبريت صح ولا ايه يبقى انا لو ما بصيتش على المكنه وبصيت على المشاكل اللي فيها ورجعت لها تاني سايكل كده سايكل انا النهارده غلطت في ايه السنه اللي فاتت طب الموقف ده لما شديت مع مدير المصنع اتعلمت ايه لو ما اتعلمتش حاجه يبقى انت ما تستحقش انت تكمل معاه لان السنه الجايه هتيجي تغلط نفس الايه نفس الغلطه وبالتالي نفس الماشين اللي حضرتك ما عملتلاش اوبتمايزيشن لو فضلت انتهت عشان كده في نهايه المحاضره بتاعتنا بنقول ان الميكاترونكس سيستم ديزاين يتكون من 3 مراحل مرحله مودرنج انسيميشن دي مرحله مهمه قوي عشان كده بقول ان كورس المودرنج انسيميشن مهم كورس الاوتوماتيك كنترول مهم ها التحسين والتعديل في اي مرحله من مراحل التصنيع والتطوير مهمه لمرحله الاوبتمايزيشن لذلك ديزاين اوبتمايزيشن لايف سايكل اوبتمايزيشن كلما زاد عمر الافتراضي بتاع التليفون كلما كانت مبيعاتي احسن كلما كان البرودكت يثبت وجوده كلما كان الموضوع انتاجيه افضل بالنسبه لي ومكسب ليا لان انا شغال في بيزنس عشان كده هنقف عن الميكاترونيك سيستم ديزاين بروسيس اللي الجماعه الالمان هيوضحها لنا ان شاء الله المحاضره اللي جايه عشان كده هنتكلم على حاجه اسمها الفي دي اي
كلمه دي بقى الجماعه اللي بيعرفوا يقروا الماني اهي جمعيه المهندسين الالمان ومدينها رقم 2206 الخاص ب ديزاين ميثودولوجي فور ميكاترونيك سيستم طريقه التصميم لاي ميكاترونيك سيستم ديزاين ان شاء الله هنكمل مع بعض فيها في المحاضره اللي جايه بشكر